ادخل اسكت اقعد صح ابصم اقف حرك قرقش الحس موشي امشي اكبس حرك سبني يا سي الفايق وسب جماعة الحزب نتاعنا ياك هو تلاكشنا تلاكشتوا ياك تقول عليكم خارجين من المعركة دوما ما نلعب بدايا ما تنجموش تتفقوا بالساسة بالمعقول بالمنطق الراقي هو اللي بدايا يا سي الفايق قال لي كلام مش بيه للحزب نتاعنا كلام ما نقبلوش شكلا ومضمونا شنو الحزب نتاعكم حزب البدور حزب البدور ولا الصقور يا ولادي ثم حق الاختلاف راهو على هكا تدوما كل واحد حزبوا على روحه على هكا مو اتفقوا ما ثماش حوار بيناتكم لازم نتضاربوا يا ودي يلزمنا نلقاو حل يلزمنا نوصل بر الامان في امان اللي قلته الكل صحيح يا سي الفايق يا ولادي يلزمنا نتفقوا يلزمنا نلقاو ارضيه نتاع نقاش نتاع حوار مش بالضرب والمضروب راه يستحيل كان نوصلوا لحل هكاك من المستحيلات اتهناو وما غمضوا اللعبه هكا شكون حاله مستوى هذا تاع الاسراقين احساب راي اي صافحوا بعضكم وخيان اي لا لا مش هكا مش لا لا صافحوا بالله يب اي لا مش هكاك عنقوا اي سيدي وخياركم اي برا مشي واشربوا قهوة مع بعضكم وخيان سي الفايق وخيان وما حزبي ديما خير تو ترى حزب البدور اش مش يعمل في الانتخابات هاي جاي الانتخابات زيت لا ينفع العقار فيما افسده الدهر من اللعب ما تعليك القاده كان في بيروي ما وشد بيروي بيروي بيرويك انت كان جات الدنيا الدنيا راك قاعد في بيرو تبع وزاره الفلاحه عثمان حبط الملفات كل الارشيف من المركز باش يردوه متحف هكا علموني والله وعده من المركز كيفاش يولي متحف باش يولوا يجيبوا فيه النموره والسيوده والضبوعه يعطيك الضبع يمشمشك متحف معناها تجي ناس تطل وتزور بيت الفطور بي عمري ما ريت متحف فيه بيت الفطور تي ليه يا ودي يفهم بيت الفطور بتاعنا اللي في الدوره بيت الفطور بتاعنا اللي مفرشخوا فيها في العباد ايه؟ العصا والشرب والفلقه ووضع الدجاجه وشمشوب يبدا على بعضه يبدا على بعضه يسقط يسقط قالك بيت الفطور وجرى معديش انا عندي هنا في المركز نتاع بيت الفطور وضرب ومضروب وعصا وفلقه ودرسيه ما نلعبها يسقط يعني ما عندناش تحسن عنا ما عندناش باهي عثمان ما تنساش تهبط هذوما كل الرصيد حاضر سي الفايق العب ايه كيفاش اعمل حزب جديد اش اسمه الحزب هذايا حزب البطاله عملوا سي الزفتاوي هاي دقيقه ما تعلقش اسمعني يا ودي اهبط الجيول طلع عليك الزويز العمده ورئيس الشعب المخلوعين حاضر سي الفايق ياسر كثرة الأحزاب وجات من كل قبيلة كاو حك راس كامل حزب معايا فيل أنا جاني يا ولدي يا كلم فيه وين قصد ربي اش نطيش هالكراد ما قلت لي أرميهم في الأرشيف الأرشيف وين وين قهوة الرمش اش مدخل قهوة الرمش في الأرشيف ما هو البوبيل بتاع البلدية غاديك هكا ارشيف نتاع بلاد كامله تلاقوه في البوباله ما نستحبني نعمل لهم سي الفايق نحرقهم اسمعني ما تقوليش راهو خويا وزير تو لا عاد لا وزير ولا هم يحزنون الناس كل كيف كيف امسح مات امشي وليت تسكب انت
يلا امشي يا حسان برا وريه الارشيف قبل ما يتلف لنا الوثائق الكل. يلا امشي. وين كنت باش تحطهم هذوما؟ في البوبير هبلت. ايش نوريك وين تحطهم؟ ايش تحبني نعمل له؟ الزبرات هذه يشربك الكترة يبربزها شوية الجد بيتو في الجيون الصباح نسيبو اش نعمل له؟ نقتلوه. حشاك يا سرفيق حشاك، راك عملت مزيه كبيره، هزتنا جيور اخر كبير والضيف والله يرحم والديك ورتحتنا ماك الخلايق، علاش يخلط علينا قطعي ذا؟ راه عمل فينا جار شعب يا سرفيق. يا سرفيق يضرب فينا واعطاني صرفاك وبوني وراس يبات اللي يقدم فينا يا سرفيق. مش تحبني نعمل لكم انا يعني عملته؟ يا سرفيق انت عملت مزيه كملها، راي الروح طلعت خلقها رانا فدينا. تعال قل شويه جرايد واحد يوسع باله يا رسول الله. مربي جرايد صغير راك في نزك سيدي مالنا لعب هذا؟ ناخذ كم نجيب لك ترفزه وبارابون وزيد نكمل لك ريسبتور اش تحب اخر؟ تو في الليل نجيب لكم راقصات زاد مالنا لعب هذا؟ يا ولادي راكم في جيون. السلام عليكم. وعليكم السلام. اي سرفيق هاي قهوتك هاي لون زهره. حتى انا راسي تكسر. يا طلع نرفع عندي ما تنساها يا عرباش. تفضل. باش نية باش نسقطها. سلفيق عندي حكاية نحب نحكيها لك. تفضل. الزويجة ذوما يا سلفيق عملوا فيا اللي ما يتعملش، نحب نشكي بيهم ونقدم بيهم قضية استعجالية. اشني حكاية كود؟ اي سيدي السيدة ذي اهم العمدة سابقا هذايا يجي الصباح وجهه مقلوب حتى صباح الخير ما يقولهاش، وسلفيق يزيد يجيب معاه أربعة من الناس ياخذوا أربعة قهاوي ودبوزة ماء وعمرهم ما يخلص. مرة غلط قلت له خلصني، قال لي كل الحكاية ذي مازال تعودها نبعثك للميليتير ديريكت. تو الحكاية باه اي شنو ناخذ؟ لا لا مازال سلفيق مازال. السيدة ذي سي رئيس الشعبة سابقا اي سي الضو الطافي هذايا عمل فيا زاد يا سلفيق القهوة نتاعو نعاودها له بال 15 مرة، مرة ناقص حليب ومرة زايدة سكر ومرة باردة. والله العظيم يا سلفيق اش باش نحكي لك؟ عملوا فيا يا رمش ترقد حكيت هذه الحكاية هذه من مرة على الأقل 60 مرة ولا هم 70. يا ولدي حفظتها بالعمل تو المرة الجاية نحكيها لك أنا الحكاية. نعرف نعرف فوق عليا عاد شنو هي الهدرة تو؟ من كثر ما غلبوا علينا يا سلفيق وزاد كريتهم الدم طلع لي المخي. أي بخاطركم سلفيق نجيب لك اسمه؟ لا لا جيب دبوزة كان باهي حاضر وثم وقدروا كيك يزي ما شربته بليش. يا صالح اجهز هالزويز رجعهم للجيار. دقيقة دقيقة وسع بالك وسع بالك احكي لنا كيفاش صارت بالضبط. قبل كانت عديت لديستريبيتور باش تجبد فلوس. انا وصلت من هنا ووقفت قدام الديستريبيتور ونسمع صوت نتاع موتور هكا وقف تلفت سكوتر بيضا معناها ما عطيتش قيمه. هسي انا حطيت الكارته من هنا ومولاها هبطني السكوتر وجا وقف ورايا قلت شو ما باش تجبد فلوس حتى هو فهمتني. هسي انا تابيت الكود من هنا وخرجوا لي الفلوس معناها داير كل نتذكرهم بالكدا كلهم خرجوا 20 معناها اوراق ب 20. انا شديتهم من هنا ونحس كنت يد هكا حطت عليها تفجعت معناها تلفت فكلي هكا الفلوس وانا بطبيعتي ديما نحط البورتابل نتاعي في مكتوبي اذا اليمين و دقيقه 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 لحظه 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 خلينا نفهموا شويه. كما اختطف لها مبلغا ماليا قيمته 300 دينار عندك انت غاديك العداد اجي هاكم اكتب 300 دينار هاشي الفلوس اللي فاكم 300 دينار ومن بعد كان عندي تليفوني ديما خليه هنا يبدا ظاهر شويه معناها هكا شد فكولي وقال لي تسيح ان شاء الله تلك وجهك كانت عنده وحده هو هكا سكينه هكا كبرها. دقيقه دقيقه لحظه لحظه اقعد اقعد اي جايين جماعه من حقوق الانسان ما وجاو جمع لي فاد. هذوما من الامم المتحده. تفضلوا مرحبا بيهم.
لا لا من راح تبان عنه يتفضل ما نشنو يا ودي الجيول عندي فارغ انا عندي بعض المجرمين وشويه من ازلام النظام السابق لا 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 يتفضلوا تفضلوا يا ودي انا اموري واضحه لا 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 مرحبا مرحبا تفضلوا في اي وقت يحبوا علي لا لا عبادة هاو عاد باش يرجعونا للخزعبلات تصوروك ان شاء الله تلي وجهي معناها انا حطمني على مستقبلي انا كان وجهي يتسلط معناها اغزروني تصوروا هكا كان وجهي يتسلط انا سكينه هكا انا شفتها وتفجعت هكا كبرها راهو مش نورمال وجهي مانيش باش ننساه بالكل قايد عندك عايش خويا كان لابس مريول اخضر ولا هو اصفر مريول اخضر يطولي في اخضر خاطر تعرفها كي تلموت تفجع اللي تولي تسمى هكا زبيبه بيضاء قدامك ما عاد تنجم تكبسي حتى شيء وكان لابس سروالات جين ولبس سبيدري كيف نتاعك انا نتاعو هو لونه ابيض وحاسيلو بعديك هو هكا فك الفلوس وكحلي سيف تكحرة تربحت انا ما نجمتش نتحرك وركب على الموتور نتاعو وهكا ريتو غزر هكا القدام في راس النهج غزر نلقى فما واحد اخر يستنى في معناها كان زوج تصور كان زوج شدوني انا بالسيف يضربوا فيا راهو وجهي مشي معناها مش نورمال لازمكم تعملوا حاجه معناها اخر امل عندي فيكم هو انتم ما لازمكم ترجعوا لي فلوسي خاطر ما عندي حتى فرايكم فهمتي وقيدت اللي هو لبس مالو الاخر ولا اصفر معه قيدت خاطر انا فريمون عامل عليك عورت عيني على رؤياك ترجع شو هذا؟ ايش انا؟ شنو هذا؟ اخذ غد يقول القبقاب وين الكاسة باب؟ سير فاخر اني حبيت ندوج لا كثير لا قل انت عندي جمع عندك ونصبع عشتك يا عجبكش؟ الدوج هنا في المركز دار السيد الوالد يكمل جبت فريجيدار وغاز وأثثت المركز وتو نعطيك شهادة إقامة يا سي الفايق ماك تعرف أنا تايم وزوالي ما عندي حد قلت ندلل عليك أنت راكب عشرة راه تعرف شنو مشكلتك أنت كيما تباتش بحذايا نهيرين ثلاثة في الجمعة تبدا أمورك مفرعسة يبدأ عندك مونك زعما سي الفايق يا جماعة عادش تبدا تعلط على بدنك كيكا وداخل فيها فرنسي خدمك ثلاثة جرامات اللي بقاولك في مخك ودور سيرك سبع دورات قبل ما تنطق باهي واحد اثنين ثلاثة اش تعمل يا ودي؟ قلت لي دور لسانك سبع مرات قبل ما تنطق أمنتي ماكش نورمال كيما قال سي الفايق لا ينفع العقار فيما أفسده الدهر بالله ايش عنده عمله بالله باش يفسدوا هكاك شكون؟ يا قلت العقار فسدوا الدهر برسمك واسكت برسمك ما عادش تكلم حتى كلمة باهي ما عادش تتكلم وانتي ديما رميها بودنك انيهم بعد تبدأ تملس يدلي اخدم على روحك والله بيش يرجعوني للفلاحة والله العظيم السلام عليكم اي جي 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 شنية يا اخوي واللي تحوز زعما سخفنا عليك باش تنظف حالتك واللي تمشي جاي في المركز تحب تعمل لي مشكلة ولا شنية يا سي زبرات سايبو بركة حسان زبرات زوالي مسكين هذا زوالي هذا الشيطان يخليه رم بلاصه ويتهنى به هيا برا ذوب كي كعبت لي فيرالغون الزبرات لا مانيش فاهمين شريتها عجبتني يعني يا عجبكش غدا نوصلك على كابل شي تحب لونه ازرق احمر اخضر ماذا بيا اخويا الزبرات كانت تختارها لي هكا مش ماشي بيه لا جبال وخوخي خير زيد غزر لي مليح هاي يطير شد بياسك بيه خويا حسين ايش ليه يا عثمان تابع على منشفة لا مش نشريها بفلوسي ومن غير استوفيد ها رضبرك تفضل اخرج ادخل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا عايشك المنظر الزفتاوي محامي بدرجة أولى ورئيس جمعية نضال بلا حدود بدرجة ثانية مرحبا بك تفضل أخر هذه الكارت بتاعي تفضل نضال بلا حدود هكا بالضبط هذه في تونس هي نزلنا نسمه ما تفضل سيدي أنا في خدمتك أولا نعطيك توضيح على جمعيتنا اللي هي نضال بلا حدود هي تعنى وتناضل وتكافح
من أجل حماية حقوق المحبوسين في المراكز الأمنية، الجسدية منها، الذهنية منها، وكذلك الجنسية. الجنسية؟ شو مدخلنا في الموضوع هذا يا أستاذ؟ ليه يا راجل ما فهمتنيش. الجنسية يعني احنا ضد التفرقة بين الأجناس البشرية، وبالتحديد ضد الميز العنصري. اسمينا يا أستاذ، احنا في جنوب أفريقيا مثلا، هذه ما يتفرض من أكرام حتى شزب، وذاك المناظر الكبير ذاك اللي عمل برشا سجن المنديلة. يا أستاذ شو منديلة؟ شو منديلة؟ اسمه نيلسون مونديلا. هذاك اسمه السمح ربي يهديك يا سيد السمك ربي. الفايق بوهو فايق، تشرفنا. مرحبا، تشرفنا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. مرحبا بي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. تفضلوا. عيشك. ما أنا قلت لي الزحلاوي. الزفتاوي. باي. تفضل يا سيدي، تفضل، أنا في خدمتك وزربني شوية على خاطر عندي برشا خدمة. ما تغشش عاد. نتغش، هذيك طبيعتي، شنعمل؟ نبدلها؟ لا عاد وسع بالك، يلزم تتعلموا احترام المواطن، وتخلوه يعبر على رأيه بكل ارتياح. وهكاك نتعلموا أول قواعد احترام الإنسان. يا أستاذ يا الزحلاوي يا النحلاوي، تدخل في الموضوع مباشرة يهديك. الموضوع عندكم زوز موقفين. الحفناوي المقص. اي هذاك العمدة سابقا. الموقف الثاني ضو الطف. اي هذاك رئيس الشعبة سابقا كذلك. اش فيهم سيدي؟ نرجعوهم يحكموا، يتصرفوا، يمشيوا البلاد، اش حبنا نعملوا؟ ها؟ قول لي بالضبط، هذوك مشاو على رواحهم، امسح مات. قدموا لنا شكوى، يحبوا ظروف الإيقاف تتحسن. اش تحبني نعمل لهم يا أستاذ؟ نعمل لهم زوز بيوت كل واحد وحده وهكا، والشرفة تحل على جنينة بالنوار وجاكوزي، شنو هذا؟ هذا كلام هذا تدخل فيه توا يا أستاذ؟ هو على فكرة فيه شيء مما ذكرت. يعني سرير مريح، غرفة إيقاف فردية ماذا بينا مهوية، جهاز تلفزة مش مشكل، مش لازم حتى بلازما، وبيت استحمام. حلوة ياسر بيت الاستحمام، عجبتني ياسر أنا. من اللعبة ذي؟ هذو بتحب لهم ملعب كامل، يزمهم عمارة 25 طاق إذا كان لزم، وكل واحد في بيته كان فرهد، والشرفة تفتح على جنينة بالنوار وجاكوزي مغاد. كلام هذا تقول فيه يا أستاذ؟ ها؟ ماله المركز هوني بتاعي نرجعوا إقامة بخمس نجوم أنا ولا شنية؟ من اللعب؟ أي فينا مال يا أستاذ؟ أي عندي برشا خدمة يهديك. يلا. هذه نعتبرها إهانة في شخصي، وأنا باش نقدم تقرير مفصل. أها توا لا مايل على اليمين ولا مايل على اليسار، لا هو رئيس الشعبة دخل ولا العمدة خرج، ارتحنا منهم ماكس زويس. هاي ليس هذا هنا حتى حد ما يحلهزو. الو اي نعم. اها لا المركز متاعنا الوحيد اللي ما تحرقش في الجمهورية. اي نعم دافعوا عليه المواطنين. اي المواطنين وقفوا بكل حزم. اي نعم الحمد لله، يلزم نحطوا اليد في اليد ماله. اي باهي باهي ان شاء الله العاقبة خير. باهي عايفين مال. اقعد. مرحبا بيك بحذان سي الفايق، رئيس المركز يشكر فيك ويعاود، قال لي محليه العون جديد. ان شاء الله نكونوا في المستوى ان شاء الله. قل لي كيفاش تعديت ايامات الثوره في الحومه هذه؟ والله شو نقول لك، المواطنين تاع المخروبه هما اللي يعاونوا فينا، يشدوا في السريق والقطعيه، حميناهم وحمينا وسلكت. الله لا يعاودك الايامات، الواحد يطلع النهار يخاف، يتيح الليل يتفجع. صحيح. ونزيدك حاجة أخرى، بعد الثورة مرتين تصير نقلة للعوان، صحيح ولا؟ صحيح مرتين. ونحن تعرف على ما نقلوناش؟ عليه؟ المواطنين كبشوا فينا وعملوا اعتصام قدام الوزارة، قال لك تنقلوهم نعملوا ثورة جديدة، واعتصام وتظاهر وضرب جوع ووقفات احتجاجية. صح عليكم. صحيح، أما المشكلة وين؟ خسارة كبيرة ياسر. واحد صاحبنا زميلنا ضامر قطعة متاع ضمار اسمه عثمان. شبيه مات؟ تي كان مات راه ارتاح، فكتوا يخدم في الصحراء 48 درجة في الظل. السلام عليكم.
سلام خويا تفضل. تحب قبل السيد رئيس المركز؟ اقعد خويا اقعد. هذا عديت عليه. ما عادش فيه النار ولا العار. نحرق روحي في المركز ونخليها لهم تاريخ. بكية مذرحة كان يخذيت واحدة أخرى دوري جيب. شي عمل هذا؟ تتفرجوا انتوما؟ شنو هذا؟ إيسانس يحب يحرق روحه. إيسانس عم شنو نعلم سيفايق هزوه دخلوه. امشي امشي. لا تهبط الجيول. هبط هبط الجيول. من اللعب هذا؟ يا حسان اش ليه الحس هذا اللي في البهو؟ تي هاو فما واحد تحب يحرق روحه تو بحذا الاستقبال هون. شو ليسانس شو الحال هبص؟ عجب هكي يحرق روحه انا عندي في المركز؟ هذا انسان مجنون هذا. وين عايز تكون دلالك؟ وين كنا وين سمحنا؟ كنا في نعيم. هاك تشوف اخرتها كوروا بينا. امشي شوف لحد من اهله. باه يا حسان اش عملتوا فك الزويز؟ انا المعركه وشريكه هم موجودين في حاله ايقاف عندنا. باهي رد بالك عليهم يهربوا. ردوا بالك هذوكم راهم مخطرين ناس والله لو كان ما خافش من ربي تو نسيب عليهم المواطنين يمشي يمشوهم هكا. مخطرين ياسر هذوكم. تعرف شنو هذوكم ياخذوا في الاعانات نتاع المواطنين نتاع القلاله نتاع المساكين نتاع المحتاجين ويبيعوا فيهم ويتقاسموا في الفلوس بتاعهم. نعرف نعرف يا سي فايق فما ربي في الوجود هاكا حالتهم كي الكلاب اللوت. انا الجارب قال له الجارب دي نجرب محيط الهادي ومعاهم محيط الاطلسي وديما صح ستار وكل شيء من الدار. قال له الجارب يا عجبكش نكبة نكبة يا ذوي أخوي نكبة. باش كون قال بيش يصير فينا هكا عندك اللي تامل تاني لوالي مازال باش يصير فينا أكثر من هكا عمد أخويا. طاح طاح قدرنا في طاح مالاش نقول ذو رئيس الشعبة والعمدة مدراك موقوفين مع الزبرات ما يسوى السور دي ودي ينهي وقلت لي اسمع أنا تترصينا في خوم هذا وش لا 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 سمعت أيوة. استنوا نكمل التعسيلة وراس العكري إلا ما نعملكم كمية يا عجبكش يبت ساقيك. تعرف يا حسان الثورة هذه رات تحدي من ثلاثة كوارث. شنية هما ثلاثة كوارث؟ العمدة رئيس شعبة وصاحبك عثمان. عثمان كلمني حقا وطلبارة في التليفون أموره تعبة على الأخر مسكين. هذا قديمة أموره تعبة مالا أنا يتهنى توت اللي متكي عليه مش على روحه إيه مضمن ملا لعب هذا. الو اي نعم سي عبد السلام. اها وزير مره واحده اتخذنا. شكون لي ولا وزير يا حسان صاحبك خوه ولا وزير؟ شكون عثمان؟ هاي يا اخي مش نحاول من كتابه الدوله. ايش فيك غلط يا ولدي؟ ثم ناس ما يتنحاوش راهو ضاربين غادي راس خيل ما يتحركوش من بقياحهم. والله العظيم لو كان تحكم بالكاغة تلحرش رامي لحروقهم. شبيك يا ولد اسمعني يا حسان برا امشي ساعة جيب لي هاك الزويز هذوكم هاك رئيس الشعبة والعمدة هاتهم لي حال لن باي حاضر. يا سي زبرات يا سي زبرات راهو يكون منك العقل يا سي زبرات يهديك يكون مني العقل يا زبرات يا جدك يا
قالوا رسام ايش قالوا رسام ايه توا سي زبران وليت لنا بنتي ترس شد بلاستيك وريث سي حسين سي حسين هذوما راه ما عدا الثورة راه يلزم واحد يقضي عليهم نفرا نفرا يحيى الشعب يحيى الشعب اقسم الهز يا ولد يوسف شناهو تعلمت لي كان الحديث الفارغ انت هما عدا الثورة وانت عدو روحك شوفك الحالة اللي فيك اش بها حالك نورمال يا عجبك ماكش باش تسكت باش نبدل معاك اللغة راه ما تهبلنيش هذه شيء كبير شحال سيد هاي سي ضو هاي قوم انت عمدة سي الفايق حاجته بكم امشي اما عمدة سي حسين اما عمدة تعيط له عمدة مازلت تعيط له عمدة ما عادش عمدة سي حسين بعد الثورة تو ما عادش عمدة يا دي باش تسكت ولا ايه اقعد ترس اللوطة في القاعة وريث باهي يا حي الشعب 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 يا نعم حاضر شكون قلو؟ قلو عمران الشبراوي رئيس لجنة حماية المشاهدين كيف يا أخوي حماية المشاهدين؟ إيه نعم حماية المشاهدين يا حسان شكون هالزويزة دوما؟ يا سي الفايق ما عرفتنيش العمدة ورئيس الشعبة أي مرحبا أي مرحبا بكم أسمع ارتهنا عاد من هكا هاي ميلة على اليمين هاي التصويرة ميلة على اليسار هاي تجي منا هاي مغادي العلم هذا حتى واحد ما ينحيه مغادي يا سي فايق اللي فات مات تيرنا اصحاب 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 في السماء مش عادي انا هنا في المركز ها يا عمدة تكلم شو نتكلم سي فايق اللي قلت انت هذا هو صحيح اللي فات مات اللي فات مات بالعكس اللي فات تو مش عاود يحيى من جديد ماله فتقوا يا حسان هز لي زويزه دوما للجيور رجع فيزا وجيب لها هكا نتاع لجنه حمايه المشاهدين كثرت عليا بالجان هكا تحيا ثوره برا بركة غادي تحيا الثورة محسوب نعرفوا بعضنا راهو برا بركة برا يحيى الشعب برا بركة خليك يحيى الشعب برا تو كلكم وليتوا تحكيوا باسم الشعب ثورة كرامة وطنية ثورة حرية كرامة وطنية مقواكم في قلبان الفيستا بسم الله الرحمن الرحيم ما قلت ليش شكون سيادة الانسبكتور عثمان الحنيش عثمان جيت من السهرة وقتاش راجع جيت مرة واحدة جيت مرة واحدة على طول باش تقعد بحذانا هنا أنا بحذايا في المركز سيلفاية تسامحني توحشت بيروي خلنا مشي نشوفه سكر بالمفتاح سيلفاية لا ردوا ردان يا عثمان ردوا ردان ردوا ردان ردوا ردان هاي هاي امبوسيبل رجع هاي به واضح واضح يا سلفيق حاضر حاضر يا سلفيق حاضر هاي تفضل معي يا سي عمران نمشيو لسلفيق تفضل اهلا المعذوبه يا ما قلت لك عذوبه ما عادش تعودها عاد كلمه خايبه صافي لاباس عليك ساعدك بغيرك عسان هيك ضعفت مسخانة غادي يا تفضل معي سي عمران تفضل بيروي يا راو ذاك هاي قوم من بيروي هاك خليت لك بلاستي في الصحراء غاديك ما رتبتع بشوية شيني معلمني حد هات لو جيك التعليمات هاي قوم هاي خويا سامحني من محل الانسبكتور عثمان الحنيش ما عوضي حد ايوه ما انا قلت لي تحب تشكي بالتلفزة اش عملتك التلفزة سيدي يا اخويا مرضونا ملي تحل التلفزة طلق كان الحديث هذا يسب في هذا وهذا يدعي انه خير من الاخر وجميع الوجوه تشوفها في التلفزة الاخرى تحل التلفزة باش تفرهد طلق كان الحوارات وفشل الاعصاب اي وانت سيادتك جاي تشكي بالوطنية سبعة الوطنية الاولى ولا التلفزة الخاصة بالتلفزة الكل التلفز الكل التلفز الكل 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 التلفز الكل 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 ياسر كلام صورة بتاع كلام يخلي العباد يتكلموا هو يحبوا يتكلم يا سي الفايق العباد يحبوا كلام الصحيح معايا مليون أمضاء شكوى ضد كلام اللي ما عندوش معنى
يا سيد عمران خليهم يتكلموا، خليهم يتحدثوا، دي هذه فرصة. انت علاش هكا بربي؟ انت ما صدق ربي نقزناها المسألة والحمد لله، علاه هكا؟ اي ده قوم يا سيدي برا امشي جيب لها الامضاء نتاع المليون واحد ويجي قدم شكاية. الله يهدي معي يا ما الحكاية هذه؟ هاي في الأمان درامات يا سيلفيت تعرفش كيفاش؟ برا خذ كونجي امشي عام عامين امشي البحر ما نعرفش نعوم وتدخل الغريق تو تتعلم سهلة انت ما تو نغرق هي ما نرجع للصحراء ما نجمتهاش الصحراء صعيبة ما نجمتهاش الله يعينك سيلفيت عندي مشكلة سيلفيت حاجتي بيك هاي تفضل شكرا رجعوني من المطار يا سلفايق قالوا لي اللي انا ممنوع مصفر كارثه يا سلفايق كارثه يا حال يا حمامه افهم راهي الامور تبدلت وتغيرت احنا تو عايشين في زمان من اين لك هذا يا سلفايق انا فلوسي نظيفه ويخلف عجدود اما عندي تهمه واحده هي تمويل التجمع على خاطرني بنيت 6 لجان تنسيق و60 شعب جاتك شوية تهمة تمويل التجمع اش تحبني نعمل يا سلفايق كانوا كي يقصدوني ما نجمش نقول لا وانت ماك تعرف كانوا هم اللي مشيوا لي في أموري اسمعني يا حاج حمامة ورد بالك تدخلني أنا في المسألة إياك وتحكيرهم عن الدار اللي بنيتها هذي رد بالك لا يا سلفايق خطيك احنا صحاب ما هي ضربة تجيك من صاحبك مالك كيفاش اسمعني يا حاج تحكي لهم دوسياتك عندي يا سلفايق فك علينا من الدوسيات يا اخي الحكومة قداش باش تحاسب وكيفاش دي فلوس هذا داخله في فلوس الاخر تحب لها دهر وما تصفيهاش اتنى اتنى يا حاج حمامة اوك عملوا لي لجان لجنة قصي ولجنة عس ولجنة تراقب ولجنة عس على لجنة هكا لجان هكا هكا اتنى يا سلفايق اقتصادنا مرهوش يلزمنا نصفيه باش كل واحد ياخذ حقه مش هكا يا سلفايق سلفايق شبيك سرحت كثرة عاد الأحزاب وبدات الجرايد كلني ناكلك بالحق كثرة الجرايد تقريبا يجي 5000 جريدة كانوا 3 ولا 5 ولا 30 ولا 6000 تعرف جاب ربي ما جيتش مغروم بالكرة تالي راني كل يوم نشري في 50 جريدة كيف كنت يا ودي أنا 30 ولا 50 ولا 5000 أنا نحكي لك على عناوين الجرايد وكل جريدة تطلع في الدوزة شوي حسنا ما فهمتكش زايد أنت نحكي معك زايد ما تفهمنيش خير إيمانو علاش تحكي معي من أصل سيفيق أهلا وسهلا بيك ومرحبا يا عايشك مرحبا بيك أنت احنا جيناك اليوم بالذمه باش نسالوك شنو السر اللي خلت المركز نتاعكم من ضمن المراكز اللي ما تعداوش عليهم في الثوره وما حرقوهمش اولا بالذات نشكر التلفزه الوطنيه الاولى مانيش التلفزه الوطنيه الاولى احنا ملا نشكر الثانيه نون بلو مانيش القناه الثانيه ما نشكركم انتوما احنا قناه الياسمين اللي تبعثت بعد الثوره مرحبا بكم اذا كما قلت معناتها اجابه على سؤالك كما قلت بادي انضباطه المركز بتاعنا ما تمسش بسوء لأنه المواطنين الكل وقفوا معنا وقفوا وقفة حازمة وقفوا معنا وكانوا درع للمركز بتاعنا وقف التصوير الأولاد برشا يحس بربي سامحوني برشا يحس تفضل سي فايق نعاودوا من الأول من الأول نعاودوه أي باهي إذا كما قلت لك يا سيدة أو أنت سيدة ولا عانسة؟ سيدة سيدة مرحبا بي كما قلت لك معناتها المواطنين وقفوا معنا وقفة حازمة وكانوا تمركز عليهم سيود على حالهم وهذاك ما خلى معناتها الأمور معناتها صارت معناتها كزيت فوق الماء ما صار شيء هذاك علاش يلزم الأمن في خدمة المواطن والمواطن كذلك في خدمة الأمن والمتسلفة مردودة كما يقولوا فهمت؟ إذا العملية إذا كان مش ننظر لها من النواحي معناتها
الإنسانية قفلوا مع بعض احنا كتوانسة. سامحني الأولاد مازال يحس ما قصة شراهو قاعدين نصوروا رانا. شنو هذا يا جماعة؟ شنو اللعبة ذي؟ تي ناخذوا شوية من الحس تي راهو مركز عمي شنو هذا؟ وأنا قاعد معناتها نقري بحديث تلفز مباشر يتعدى غدوة. مالا لعبة ذي؟ نعود من الأول لو سمحت. لا 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 عايش تزيد عاد مش نعود من الأول لا لا مخي وراه بكا ويزي في البركة. شو مش عاودوا كلهم من الأول عاد تيجي قلت أنا درجي من زمان تو ضرب من ساعة لا لا عايش كاكا وفاة المشكل مش من نارا وسي الفيق المشكل عندكم برشا حس هنا ايش نعمل مو مركز ايش نعمل قولوا للمواطنين يروحوا ما ناس تشكي ناس لا لا عايش وسع بالك لا لا ورنا لا ورنا لا عايش يا عايش يا عايش يا سيدي لا ورنا لا ما عادش نطولوا لا 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 تطول لا تقص اي يس لا انت معك سوا فا اي نحو عاد قلت لك شو ما تسمعش كلام هاي حتى لا سايبها لا 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 اسمع تكلم يا عثمان مال الزبرات يعتبر سجين سياسي لا هذاك سجين دبوزة السجين السياسي هو اللي ناظم ضد النظام هكذا اللي واقف كالشوكة في الحلق للنظام مال كاك ينزمنا نعملوا عيد للسياسي لا نعملوا يوم للسجين السياسي تشبيك يا سيلفان تي كاك ينزمنا 2000 يوم ويا ربيش يا ودي 2000 يوم بتاعش نود تشبيك يا عثمان تم سجين السياسة كانوا أكثر من 2000 ملاش مش نعملوا كل سجين يوم هذا يوم رمزي سي الفيق علاش ما نعملوش نهار نحتفلوا فيه برجل الأمن باهي أطلع نشوفوا المسألة مع السيد كاتب عام النقابة سي الفيق أعرف فيها الحكاية هكاك نضربوا لها نار كوجي هكا هو تفركس كان في الراحة والاستجمام السلام عليكم عقلتني؟ أهلا بيك مش انت بتاع المراقبة؟ ما تقوليش جايب الصحة لا لا يا حسرة على المراقبة والتصحة عندي قد يخرج على عينكم أها يا ولدي احنا النقابة متاعنا قوية ياسر متحف شنو هي متحف؟ المركز متاعنا باش يرجعوه متحف متحف اسمه ذاكرة انتهاك حقوق الإنسان هيا باه ياسر ارتحنا طوى لا بيت فطور ولا بيت صابون ولا هم يحزنون وفاء هيا في امان الله عسلامة سي الفيخ مرحبا وبيك اكثر انا اسمي بشير مقاوم ومناضل ابا على جد اي تفضل ما هو لاباس شنو مشكلتك جيتك باش تعاوني سي الفايق بعثت دوس للوزاره فيما يخص منحه المقاومين لتوا ما جاوبوني اسمعني يا سي بشير هذه حكايه المقاومين والمناضلين والحركه الوطنيه راهو عندي فيها برشا مخول لازمنا نراجعوها ايش بيه ما فيها باس نتحاور راهو الحوار باهي يا خويا هكا هو حك راسك ولي مناضل امسح جبينك ولي مقاوم ملا لعبة المسألة هذه يلزم احكيو فيها كل جدية يلزم تتفرق لا يا سي الفايق ما هو صحيح سامحني هوني راك غلط أنا غلط شدوا شدوا يا حسان شكون هزوا ساك المرأة انتم يا جماعة البركاج تعتبر شنو راقد في المركز سمحني سي الفايق البارح دورية للصباح تعبت جيت رقدت يا عندي نزلة انا لا كل شيء عادي والامن مسترب مسترب هكا يقولوا مستتب مش مسترب انا لا 30 سنة كاريير عمري مريت كارثة كيفك صار سي الفايق خدمت في الكاريير انت كاريير حجر ولا كاريير شرشور أنا حجر بتاعك وما ترشور شبيني مقاول أنا لا لا بداية هيا فيق فيق ما جا حد يسأل عليا لا بجاش شكون بجاش اللي يسأل عليك يسأل على شكون عليك أنت طبختني على عشان متك على عشان متك على عشان متك ليلة كاملة هو يتشحك فيها ما خلتوش يدخل وعياطها أقبب هيا بخاطركم أيش جاي جلوني
رمشوش خوي أي نفذ روحك ومشيني كالتفتوف ورصة الصالحة لنكتابة فرنك سنيني جمع بركة عند خوي تقعد المرشة فيهم ولا العظيم كان أموره تمشي إلا من شيخك يمين هك تجري في البورتابل ويت ما تقولش خذته بالكلمة بهلول عليك يا خيانة سمعتوا بورتابل ويت من جنب شنو زاد حكاية البورتابل هذي على البورتابل اللي ماخذه من عند زغلول 50 دينار كارتة تحك في كارتة سامحين ضحكتيني معليش بالضحك والله العظيم اش نفسر لك شوف مو زغلول متعرك هو الذوادي ولا اعطاني انا البورتابل باش اعطاني الصوار باش نمشي نشري البورتابل مع زغلول خاطر هما ما يحكوش مع بعضهم هذيك هي فهمتها فهمت اعطاني نتحرى ونسقسي بيه اما ورست الحنينه كان حكيتك تطلع بدونه لما نطفيك جمله ونوصي امي كعبه لعتلكها وكيسح بالغول كعبه بركب ليه مكسح قلبك اكبس خززنا خززنا يا ذو خززنا وخايل تولى بعثونا لعيتونا تحقيق لهزونا محكمة هذول ينسونا جملة وقتها أحمد ربي يا عمد أحمد ربي هواك الفايق يرحم والديه نقلنا لها القيعة باش ارتحنا من القلق نتاع الموقوفين كل مرة مدخلين زنس اسكت هذا واسكت هودي راهم الناس ناقمين علينا وتقول لي واش عملنا واش عملنا خلي هذا اسكاتك هكا خلي المهم ارتحنا كالزبرات الحمد لله برا امشي اقعد غادي بعد الزبالة وقعد رايد بي ايش عاصي قلت كراني من الشرب ملا ظلم وقار واستبدال يعجبكش اهلا بولاد حوم عارو اهلا سيمونجي مربي دخلوا في اضراب مفتوحة بربي عاودوا رجعوا للاضراب ما وفكوا الاضراب قلت البارح قاعد انا باي ما عادش عندي تعزيزات انا استعمل باي هيا فينا مارسي انا سيخار اعتصام اي وين انا قدام الشركه قالوا المعلم دجاج باه اي وزاج ما فماش مشاكل مع الكبيره لا إيه خليهم يعبروا سامي يقو قيت على سلام خلي الناس تعبر خليها تتكلم شتي باه فينا ماز هارو إرام وين هالأضراب هذا يا زادة نعم بالله في السعدة غادي في منطقة السعدة عجب ما فماش مشاكل فما مشاكل ما... باه 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 يا ولد حالة يا باه أي فهذا لطف أخرج الله عينك يا رمش شبيك التوى راسي تكسر على قهوة هاني كنت داخل عثمان قال لي فما شكون معاه قعدت نستنى بحذاه باش مش حركة سمح تفضل يا رمش شو رايك فيك عثمان هاي الياسر دلول مقتل عطا ضحك لا دلول حق يا رمش حتى لو قريت انت مش قلت لي باك بلس دو باك بلس تروا في الفايق باك بلس تروا وتخدم قهواجي ولو اني نحب ياسر خدمه القهوجيه انا باي اش باش نعمل هاني نخدم على روحي بعرق جبيني النطر في الفرنك اي انت تنطر في الفرنك وعثمان هاو نطر اخوه كاتب الدوله هنا بحدايا شيء ما يوتيش بعده مال اسمع يا رمش اي تحب تدبر خدمه الاخيره اش خاص يا سلفيق تعمل معمولك الربي والله العظيم تعبت هالكليونات تعبوني على صغر سني حتى من العرق الاساس تحير علي باه وخوك اش يعمل اخوي الكبير بطال وحتى صغير بطال زاد ما لا سهل يا سلفيق اعمل كيسي وخينا عثمان اقرا عام تربيه الماس ماشي وين ماشي يا سلفيق برا امشي اسال في عثمان تو نقول لك وين ماشى وين جاي عايشك يا سلفيق ربي يخليك لينا نجيب لك كويس ما يا سلفيق
يجيب دبوزة. دبوزة حاضر. ربي عينك. تطلعش تكركر فيها ولعب فيها درويش طعيش. اسمع بالك شي تابع جماعة المساعد انت. لا يختالي من البوساعة تعرف اللي ما نحبوش وما ناكلوش. هادي شو تدخل البوساعة؟ لا انت 100% تمثل علينا. انا مثلا ليك رديتني لمين المهدي. يا ودي النهدي النهدي حتى كي تسمع حاجة ما تعرفش تعودها. ماكش نورمال حتى طرف. يا اخترعت مطروف تعرفني الزات لما ندورش بها. ليه انت كان كمل معاك ديريكت المنوبة. طب بالحق يا ذي الزمن. يا ودي سيب لهنا تلعب بسلاحة. كرتوش حية ذاك. اسمعني ليلى العسل اللي جبته المدام ما عجبهاش. كيفيه تعسل حر ذاك؟ يا بدي يوم الروب يا طوي عليها. شي بدها شويه كنتوز شويه زعتر شويه كليل يزي خليها ترد علينا. تتشرد زاده بيه على خاطرك فقفوق نجيبوا لها اللي تحب. بيه باه جبت لنا فطور عاد. اي يا فطورك ريت انا كفلايه بيك فقفوق زايد معك. باه اوه شمنكه من ومبطن هيقول امك يعطيها الصحه في الفطور الهايب. صحة وبش فيك فقفوق شفت انا نخدم فيك بقلب ورب. زايد معاك واقفه. هاي شوي اسمع ما تحكيش لك عثمان ولا حسان رد بالك. يا ولدي تعرف ليلوتك رجله مانيش سكيمه. هاي ريفيديتشي. زكيمة هذه مشتقة من زكام. أكا شركات خفية الاسم هزولوا البقرات خلولوا النعجات. النعجات اش تعمل؟ دخلت لك السوبر مارشي تنحتها. ايه والثور وينه؟ لا بدي الثور هزوه صاحب الأولي ماكش تسمع فيا برشي. استنى ايش تقول الحكاية ذي ضحكتك أنت بالذات. صحيح لو ذي أنت بالذات خميس على صحيبي لحناش كي جنقل بالعربية الفسحة. على خاطر الحكايه ما تدخلش للراس. شو مدخل البقرات في السوبر مارشي؟ صحيح شنو ما يدخلش للراس البقر ولا السوبر مارشي؟ الزوز يا سي عثمان ما يدخلوش للراس البقر ولا السوبر مارشي. اش معاك يا سي عثمان اليوم؟ اي سيدي تشربوش حاجه خل زفت. اي يا زوزه ايه واكبس ايه بشويه باش تعاورين انت بر زفت بر زفت بر. سي عثمان كاس ما بارد كاس ما كهو مطلعين هاي ما يحبسش ولا بلاد اكبس ملغلط باي حاضر سامحوا اختي نحبكم توا تغنيوا لي غنايه باش نخليكم ترقدوا. ما كانش الليله السهريه على الفضائيه ولا الصباح يا سي الزبرات رانا ما نعرفوش نغنوا بربي بربي اعتقنا. يهديك ربي يا سي المود يا زبرات رانا ولاد حومتك ونحبوك. تحبوني تحبوني كي جيتوا تحبوني راكم في الحظاير خدمتوني ورسمتوني. عليه ما قيتونيش الحظاير نجيكم بجاه ربي ماني خوكم راني زوالي وانتم حاقريني وهزين علي خشومكم. واليوم جاء نهار الحساب وينك الكذب والنفاق والتبهبير. هاي غنيو غنيو لنعملكم هرقمة. غني حن علينا يا زبرات رانا مو ضامين نستنى في العفو يجينا من الهرب الزين. حن علينا يا زبرات رانا مو ضامين نستنى في العفو يجينا عندنا شهرين عندنا شهرين. أي عيش ودي عاود لي اسمك من غير ما تتربث. اسمي رفيق بودورو. اللقب نتاعك بودورو؟ اي نعم وعندي 3 اشرطة في السوق. اما سوق سيديه سوق اللفة سوق الجملة حدد لي بالضبط. لا سوق وين فما لحوانت اللي يبيعوا فيهم الكاساتات. ايش بيك في الحالة هذه انت؟ اشكون فرسك وعندك ضربة من هنا لهنا؟ اي سيدي اي شوف سيدي انا فنان مشهور وعندي غنية ضربة ياسر في السوق. ضربة هذه معناتها فيها خنيفني ضرب ومضروب معناتها هذه تستدعي محضر. لا سيدي ضربة معناها مشهورة في السوق اكيد تعرفها. لا لا ما نعرفهاش انا مانيش مغروم ياسر بالفن شوية اذا عكاو.
اسمك كسكسلو يرجع لصلو. حتى ونسمعك من نحو يجي كسكسلو يرجع لصلو اليوم الخطبة وغدبة عرسو 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 كسكسلو كسكسلو يرجع لصلو أصلو 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 يس 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 في البركة عايز يس المثال دق دق وكراي يس هاي ما بعد صار. شوف سيدي صدعني واحد من أصحابي عنده فرح في حومة قرجومة عيشة. شنو يعني قرجومة عيشة؟ وين جات؟ بعد ذراع خدوجة. ذراع خدوجة؟ هاي شنو كده سامع دي؟ هاي ومن بعد؟ من بعد يا ريتي ما مشيت يا سيدي. أنا وقفت باش نعمل النومرو. نومرو؟ معناتها أنت طالع في انتياسية تقمر بعد. لا خويا أنا باش نعمل نومرو متاعي الغي الفترة الغنائية باش نغني يا سيدي. وفما واحد من الزملاء عنده بونتو بيا يا سيدي. حرش فيا جماعة داروا بيا جماعة ثلاث بيا. لا نعرف واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية من الناس يا سيدي. كسروني العود متاعي وضربوني وكسروني قشمي ونتشوني شعري يا سيدي وطردوني ما خلونيش نغني. اي شنو البونتوات اللي بيناتكم انتوما؟ اتهمني اللي انا سرقت له غنيته هذيك الغنية المشهورة سيب صالح. تعرفها سيدي انت؟ لا ما نعرفهاش. سيب صالح مشهورة غنية اما هي والله متاعي يا سيدي. هاني باش نسمعك منها حاجة. لا لا ما تسمعنيش. لا لا باش نسمعك. لا 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 باش نغني باش نغني سيدي. قلت كلات يعني سكر. سيب سيب صالح سيب يز. سيب يز. سيب صالح سيب يز. سيب 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 يا عثمان صلاح الليل وكان الفيتامين. سيب 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 يا عثمان يجون يرك ظن صلاح سيب 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 اي سيب سيب او مش نسيبهم عليك دو تشوف كيفاش. سيب 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 صالح سيب سيب وين يا حسان يا عثمان هزوا عليا سيب صالح وين الجيول؟ لا يا ودي خلوا جيول اما جيول تاع من البيت الفطور. لا يا حسر على البيت الفطور هزوا غادي خذوا عليه أقواله وسيبوه ينطلق حر. هاي قوم قوم سيب صالح سيب يا قوم سيب صالح سيب سيب صالح سيب سيب صالح سيب يا سفين يا سفين يا سفين يا سفين يا عثمان سمى زد سفين يا هكا شنو يبي هكا؟ حلبة قدام المركز حلبة مرة زيتون أخضر زيتون أخضر حاول اسمعني زيتون أخضر طبعا حلبة مرة شوفوها لي كثير مثلا هاي عزموا واحد يلا 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 اش فيهم سحب؟ سحب وخرجوا وزغة من الجيور وزغة؟ طقس دوران هذاك هو البريود دوران لقني بريود يلا رد بالك يلا 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 ها ماذا وزعبلات هي لا 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 هكا تولي فوضى كما يقول سي الفايق يا ودي واسع بالك يا ودي ايش بيك هاو الحاج حمام يا سيدي قام من الواجب وروح وجمع على الواحد تي صغيرات نحطوه في الحبس يا سيد العمده يا سيد العمده فهمني اليوم لازمنا نلقاو المحرض نشدوه اليوم قبل الغدوة اليوم قبل الغدوة سيدي هكا هو يا حاج يا حمامه تو يجي منه شردمه من الاطفال يرشقوا في المركز بالحجاره كلام هذايا البنار كله مشى فلوس هذه الحضاره شكون يا خويا طاح الكيف على ظل الوليدات روح ويا ناس ما كان باس اي سي الفايق انا مستعد نصلح الاضرار الكل اها تو يجيو الاولاد يعملوا دهنه هايله للمركز شنو رايك باه شوف يا سي حمامه ايوه ما تنجمش انت تبعث الجميع هذوما الوليدات نتاعك للدار نتاعي يعملوا لها دهنه وانت صرفت صرفت حاضر يا سي الفايق ندهنوا الدار والمركز واحنا صرفنا صرفنا يعطيك الصحة يا حمامة بارك الله فيك يا سي الفايق في أمان الله في أمان الله ربي معاك عايز تفضل 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 عليك الخير في أمان عارو يا رام اها اه
عاودي الحكاية عايشك. قلت لي العزوزة سرقتها كنتها، يعادش مدخل أختها في الحكاية. أخت العزوزة هي اللي سرقت الكنة. أخت الكنة سرقت العزوزة. تي كماش عاودي كنتها سرقت. هاي يزيني عاد ما تخلوين عاد يزيني مرخوزة بلاد. هاي فك عاد. لا لعبة ده. بكتب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق، تكتب اسمي يا حبيبي على رمل الطريق. بكرة ايش دي يا طو بركاش؟ شد مينك ولا يسارك انت على روحي. ايش دي يا طو؟ قوم بركيزي من اللهجات متاعك، ضربت في السقف. حتى انت ولي تسيف الخزعبلات متاعك. حياتي مستقبل حياتي في هواي. يلزم الغنايه يا جرثومه، هكا تو غلطني غلطني. المحضر كتبت فيه ضيعت مستقبل حياتي. بيه بيه انا سكت. ملا قمع شنو؟ قلت لك محلات الحياه معاكم. هاي امشي ادخل. هاي زمن هاي زمن نمشي من هنا نمشي من هنا وانتي تترهد شيخ رهدان. يا مش اخي تعرفني تسلم علي. اقعد لوت اخ، مازلنا نحكي معك بسياسة. اقعد لوت اقعد اقعد ما تخافش منه، هذاك ود المركز. اقعد انه المنكر المنكر. اعوذ بالله من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. حول ولا قوة. شنو حسان اخي بدا اليوم الوطني لللباس التقليدي؟ كيما اللي يلعب فيها شيخ. اسمعني رانا كلنا مسلمين، مش انت وحدك مسلم. باهي باهي. اسمعني عينك على شيخ حموده يمشيش يعمل لك التلامس والبخوخ ويقطع. باهي. يا حسره على ايام الفزعه والقطعه، لن استطيع الخروج من هنا. يا اطلع يتكلم بالعربية الفصحى السيد. حلوة عجبتني العربية الفصحى. منين طلعت بها يا عثومة؟ ماش تعود يا عثومة ذي كلمة خايبة رد بك اتنسيو. ها باهي مالا يا عثمة، هاني بشي نعمل دورة ونرجع. كان جاسي الفايق عمل لي ابيت ولا بعث لي ميساج اطلبني، ماني نعرفك ديما فقري وتفلي. باهي باهيش نجدة. أغيثوني يا قوم أغيثوني يا نجدة. إزم السياح بتاعك واسمع الفن يا ظلمة ضيعت مستقبل. تيسكت يا حثالة وبرا قعد غادي، ما كانش والله يطول نرميك في الجيار. إخي أنت بتحبش الفن؟ لا نحب الفن، مش من صوت عفن كيفك أنت. واسكت كلمة لا انفس لا. نعم ايه اها 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 ايه على هكا رجعتني فقيع على من راس ما الاخبار جبتوني. باهي باهي انا وصلت المركز تو نكلمك. قلت لك تو نكلمك عاد تزود تزود تو نكلمك انا علاش تزود تعاودني من اللعبه هذي. لا عاد هذي قالت لهم خير من الكل. رقدينا عندي وتيل نزل إقامة مريحة كملت وجبت جراري وتمديت. شنو هذا رقدين في المركز؟ عثمان قوم. قال شكون يا عثمان؟ يقوم تزود رقدينا باقي رقدين. والله ما عملت حتى شيء. راقد يا عثمان؟ مانيش راقد، فايق يا سي فايق. ايوا حسان وينو؟ ما تقولي زاد هو مشى يعمل فيه غمضة. لا لا مشى يعمل فيه دوره. مشى يعمل فيه دوره ومخليك انت محسوب الصيد بقلاده يا عثمان. السيد فايق اخي كنت تعمل في الرياضه. انا مستانس نعمل رياضه. على خاطر ريتك تو لابس شورت. يلزم ركاكه يا عثمان، يلزم البلاده يا عثمان، انا لابس شورت. ديما عندي تو ريتك لابس شورت. وقتها يا عثمان. جيك البلاي يا غافل. او زبرون كلمت السيكوبيزي؟ ابني مش نحكي معاه على السيكوبيز. تبي زاد مشكلتي في مع الفاضل القهويجي الدولة تحلت. يعجبكش؟ حتى انت عششت فيه المركز.
احناش صبا جو كبير ماشي لحبق اش مجايب شويه خليق تشيش هالتربية افرح بخوك تلقاني راك ناريخ يا ايش حاجتك تو حاجتي بسلفي ما واشون ايه هاتو نستني شاندي نصنا انتو فرقوا مع الزبروت وانتي اكبس اكبس عليك فرق يوم علي هرب شكلك جانا صاحبي يا حسان يا عيش وتجيني حالا للمكتب بتاعي فيزا ساقيك انا مراز كذا يلا يا حسان ما تخلينيش فيزا يا حسان هكا هكا يصير فيا انا بس نعمل بانو نخرج في الطبان هكا معقول يجي منه هو ويه سلفيخ لباس ايش دوا سلفيخ وليد ترانا في البيرو يزي بذاك تعال لا لا معاك فتك شو اللعبة ذي فيسا يا حسان امشي للدار جيب لي الزبناك فيسا يلا 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 حسان فجاتني يا سلفيخ برا مش عادي برد يا صالح عايش ودي ما تخلي حتى واحد يدخل المكتب بتاعي اعتبره هذا امر وفاء قليلي براس سمك تلفاز القهوه يجي تهمني بالباطل وانا ورسمني 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 اللي هزيته حتى فرنك من الكاس يعجبكش اللي حاشيك مليك على وجه الارض تيتي امك وامك سرقتها خليها الفاضل اوهوهو بالله قليني برسم خلنا نعمل تحصيلة راني قلقت من حياتي من الظلم وقار واستبداد يا عجبك شي عسل بابا معك ربي واشي مرحبا بيك تظهر زيها ربي اما حلوة السورة اللي لبسها مرحق من فريب شريتها طالع عليك تقتل قص عليك ردو من ردو وتكوزين لعنة الله على المتشبهات بالرجال أعوذ بالله مجتمع غريب وجيل فاسق 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 شنيا شيخ طيحوك سحر ولا بخوخو أيا تقراني الكف قبل ما يركح فيك الكف يا بيت الفتور اصمتي صوتي قبحك الله أنت وأمك التي تبيع المنكر خلسة خلسة احنا نبيعوا في المنكر صحيح بابا اما ما نش نبيعوا في الكذب للعبيد سيدي الشيخ البلوت تتكلم بالعربية يمشيش في بالك ابنو خلدون واحنا ما في بالناش انا الشيخ القوافي والعروبة ترس بابا ترس يرحم بوك قالوا منكر وجير فاسق جيكم اطلع للمريخ محسوب هوا واكبس اكبس اي شوية اخرى ونرجع لك بيه كجيس الفيق قلوا ليلى جت وراجع بيه واكبس اتي زيت اكبس يعني مكبوس من عند ربي عديت عليها سلفيق جيه قلت انا بجيش مخواري الحاصل بلا سبكتار تضحك يخدم على روحك يا عثمان جيب لك الزبرات اللي بحذاك غاديك لا 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 جيبوا توا حالا باش نبحثوا يلا 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 فيزا فيزا مالو اهلا عمده يا عايزك شنو معك اش بالنوار توا هي انا بالنوار عندي برشا خدمه يا عمده عاد شنو توا هاي زيني من خوز عبلات نعم سيد الوزير جاي عنده خطبه في القاعه باهي 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 طب جيبوا النوار نتاع الدنيا الكل كان لازم عندي اربع اوان توا نبعثهم يطوقوا القاعه تهنى يا سيدي تهنى باهي حاضر سيدي احترامات يا سيدي اها اقعد اش تعمل يا عثمان؟ قلت لي يقعد قعد مش انت يا عثمان هو يقعد قول يلا شنو هو توا؟ اقعد يا سي الزفت هكا كل مره تقلق تمشي تشرب وتمشي تسرق والله يا سي الفيق انا نشرب صحيح اما نسرق
مستحيل يا سيبيك، مستحيل. كيفاش مستحيل يا ود؟ مع الفاضل القهوجي يكذب عليك. الفاضل القهوجي كذب وصفيه. يعني مستعد انا شخصيا نبقوا قدامك شقله ونكذب يعطي بقله. سخطة من ريحك السفج، مازلت حي يا سخطة. يا سيبيك والله ظلم. يا من ظلم متعب. اسمعني يا عثمان، هز هذا يحطه في الزيون وجيب لي الفاضل خليني نستنطق فيسع. يلا يا سيفيق، يا سيفيق والله ما ظلم وكار واستبدال. يا سيفيق والله ظلم، يا سيفيق يا وجلت خليك النار. سكر سكروا بالمفتاح سيفيق. لا 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 ردوا رده. واه اش كنت تعمل الفوق؟ كنت في بيروك لا شيك ما لقيتكش سيفيق. جي جاء اما بصراحه لاهي برشا. تقول لي شحاجتك بيه سيفيق؟ أمور شخصية، أمور خدمة بيني أنا وياه، ما تفهمهاش قوية على مخك. ما عادش بكري عليا، تعرفش كيفاه؟ تنرجع لغته، باهي، اكبس، اكبس، ايه، هذا يكبس، اكبس. يكبس أنت زادة، يمشي قدام، يمشي، يمشي، يكبس، يا عثمان، يا عثمان، جيب لك الشيخ حمود هذاك. طب طب حاد من يا 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 عادي زيني من خزعبلات نتاع لا لا هذا ده. احتراماتي سلفيت يا عثمان بالله على شك على شك على كل مره تقعد انت يا ودي قوم يا اخي انا باش نبعثك انت. هو يقعد اقعد. شنو وزي ما كفاكش الكذب والتدجيل اه والحروز دورتها أثار وكنوز؟ لا 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 كل ذلك افتراء وكذب في كذب. كذب؟ يهم شدوك في الليل بيوش في يدك وانت تحفر في منطقة أثرية. يا سيدي كنت أبحث عن عشبة السعادة التي يسمونها بالدارجة حشيشة الفهامة. اي والحشيشة هذه تطلع في النهار وما تنور كان في الليل ويطلبوا بها الغيث النافع ويقربوا بها القلوب لبعضهم. هذه هي حشيشة البهامة سيدي. لا الفهامة يا سي الفايق، الفهامة مش البهامة حشاكم وحشا من يسمع. الفهامة الفهامة ما لهاني انا باش نبعثك للسيد حاكم التحقيق يفهمك بالكدا. فهمتني يا عثمان؟ هزوا مخدامي، هزوا الجيوب. يا عثمان ماذا أصابك يا سي الفايق؟ ماذا؟ شوف أنا باش نخرج منك زيت الزيتونة باش نهز قاعدة بيت الفطور ونخرج أنا نخرج منك بردد. استنى 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 هاني رجع لك استنى هاتا وقول لك. ألو يا عثمان هزوا الجيال يلا أي نعم استنى 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 يا عثمان. نعم أي نعم سيدي. اها اها حاضر سيدي هاو بحذايا سيدي امرك سيدي بارك الله فيك تفضل. يا عثمان امشي انت على روحك سكر الباب وراك. سكروا بالمفتاح. لا ردوا رداه سمحنا. صار انت من الجميعه. ما لقاش في بالك وما خفي كان أعظم. الآن أرجوك أن تفتح لي الباب لأخرج حرا كطيف النسيم. تفضل 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 سمحنا عندك الحق تفضل غلط الغلب سمحنا تفضل. سمح سمح تفضل سمحنا سمح سمحنا يا شيخ الغلطة تصير. هي ده تصير تصير سامح. كل خزعبلات هذي خزعبلات في خزعبلات في خزعبلات. يستجيب القدر. هاو شو طيقول قدرك تو تعرف قدرك كيفاش اتكلم خر يا دي تاكل فيا خليني نضرب معاك. لازم تضرب يا عثمان من غير ما تخلي تراس مادام ما حبش يقرش يا بروح. ولا بد للظلم أن ينجلي ولا بد للقلب أن ينكسر. ينكسر هاني أنا باش نكسرك دروعك باش نبدا من هنا وأنا هابط هكا. تكلم شكون غربيك؟ تكلم شكون لعب لك مخك؟ تكلم تكلم يا سلفي خليني نزيد بكعب أخرى تو يستعرف. أنا ظهري ما ينفع فيه كان وضع الجزر.
دجاجة روتية يا حسين بزيد فريد، والله باش نموت بالجوع. شنو هذا سي عثمان؟ فاتلكوا نلعبوا في مطعم أهلا؟ هذه وضعية معترف بها تونسيا. هيا شوية مضي بعضي هيا سكاي كلمة يا سي فايق، كان نجربوا معه التعذيب النفسي تو يقرر هذا. حسان شنو معناه التعذيب التنفسي هذا؟ لا 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 لا، التعذيب النفسي معناتها تهينه تسبه تطيح له قدره تمسح به القاعة تدوس له على كرامته. هذا شو معناها شوية شميك دايخ؟ تو فهمتك يا سيلفين، هاي سايبوني تو نعفس له على كروت. لا 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 سيب هنا كرامته 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 يا أخو كاتب الدولة. أنا شك عملت لك هكا؟ تكلم أنت قر. اتكلم قر تروح تروح قر تكلم. ما تحبش تتكلم ها؟ ما تحبش تتكلم؟ أجا أنا يا شمسو أجا أنا أجا مات ما يزروش تخليلو التراس بلا فوضى. هي قال لك إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. ليه والسيد طالب محامي زاد وزيد طالب ممثل عن جمعية حقوق النسيان. لا حقوق الإنسان يا عثمان مش النسيان. هو على كل يطلب اللي يحب، وأنا هني كلفت به شمشوم باش يخرج لي منه زيت الزيتونة. ما فهمتنيش يا سيلفيد، كان خليتني أنا راني خرجت لك منه زيوت الكل خاصة زيت الخروع. لا يا عثمان طب تعمل لنا مشكلة ما يلزمش تخلي أثر. يا سيلفيد احنا تو مناش خايفين، يعني الصمت. اي ما هو ثم جمعيات لحقوق الانسان مناهضه للعنف والتعذيب يستناو فينا في الدوره. ربي يا سي الفايق، جمعيات حقوق الانسان ينجموا يوصلوا لنا؟ تي ما ينجموا يعملوا شيء. ايش خاسرين احنا؟ ناخذوا احتياطاتنا. السلام عليكم. بربي سي الفايق نحب نقابلو. ليه تو خلص انا غادي. على سي محفوظ استحوالك خويا لاباس يا عايش. هانا سيدي الموقوف هذاك عديناه الحبس المرنقيه والثلاثه الاخرين روحوا على روح. تهنى تهنى خويا كل شيء بالتمام والكمال. تهنى خويا يا سي الفايق ايش باش نقول لك ايش باش نحكي لك؟ نتكلم ولا نسكت؟ وانت تنجم تسكت؟ انت ما تسكتش في حياتك راهو عمرك ما تسكت. انت لسانك داير برقبتك. نعم اي نعم سي محفوظ نعم سامحني خويا نعم اي اي لا لا تهنى المرأة يا سلفيق حتمي ما عندك ما تعملي. بدي اسكت عليها ساكت برا سمك عليها برا اسمع قلت برا مشي اشكي انا جاه ربي وشكون وشكون زيد يا سلفيق جاه ربي جاه ربي جاه ربي اسكت يا عثمان يا عثمان دي عليها جاكب ربي عليك اشتمع سلفيق تشو سمع تشو الى السيد المحترم الفاضل دام عزه دام فضله ياسر توشيح شو فهم هذا كل مولي السيد كذا ومني عليكم السلام لازم أكل باي يا سلفيد أنت ونعاود المكتوب ونخليله كان السيد كذا وكذا ياسر فيه السيد المحترم جناب وحضرته شو فهم هذا الكل ياسر باي 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 يزي عندما تيجوز ما في رأس هاي هز 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 عادي ثم ربي يا سلفيد يا بدي أزكر حرام حرام إني تعد عليك حرام عليك تعد علي حرام عليك ها رئيس البلاد شعبك مات برشا عبد من الزبلة كلات استنى استنى رئيس البلاد شعبك مات برشا عبد من الزبلة كلات برشا عبد من الزبلة كلات ليه عاد اقف اقف وريهالي كيفاش زعما زعما انتم تبداو تربي وهكا وكل الفازات تاعكم معناتها نقفوا غنيال اي يقفوا غنيال اي اوكي رئيس البلاد شعبك مات برشا عباد من الزبلة كلات جي سوي اونتي سيستيم راني فديت اقعد 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 شكون لحالها الغلاية هذي
منجي امتيان اعطيني لقبه يا دي. قال يا امتيان ما نعرفش لقبه، نعرف وين امتيان. وين موجود هذا يا امتيان؟ حرق الطليان، مات في لامبادوزا. مات في لامبادوزا؟ توما زوز بركة كتبتوها الاغنيه هذه. احنا شلة ولاد حومة عربي معناتها، مع بعضنا نكتبوا بطالة ولحن ونغنيوا مع بعضنا معناتها. شكون الشلة ذوما؟ اعطيني اساميهم. انت سميهم الكل؟ ايه مراد باول. مراد باول. علي دي ام سي. علي دي ام سي. نوفل ود الفان. نوفل ود الفان. مالك هاش دي سي. مالك هاش دي سي. فوالا. هاي صح. نجم نقراها سامحني. يساعد قالوا الاخر. هيك بسرعة. شكون هو المنظر في مريولي هذا؟ ها شي جيفار. شكون هو شي جيتار هذا؟ في واحد ثوري من كوبا. هيا قوم نسيور تحرك. يا يا فيس عن خلو رئيس دبلين وريق الفيض. يمشي 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 يمشي. البقعة هذه تو تجيب لك القريحة متاع الكتاب وتو ينفعك شي جيتار متاعك. يما قلنا لك سلفيق لاهي برشا رجع له غدو. شبيك ما تحبش تفهم يا اخي؟ باقي في اللغه الخشبيه متاعكم. يا مالك جبتها لروحك؟ مانيش باش نخليك تدخل تقابله جمله. باهي زيدك حر لي مليح. اش بيه هذه اش تحب؟ اش بيه لابسك كالطاوس؟ اش بيك تصيح يا بنت؟ تكلم فيا انا؟ كلمه هو سلفيق. يا سلفيق هذايا راهو لسانها اطول منها. انا لساني اطول مني؟ من فضلك يا سيد. ايه لسانك طويل قدك. انا لساني قدك هيكا؟ مالك ما عجبكش لسانك طويل قدك؟ تسخايل وكوري ما حبيتش تمتثل. انا ما حبيتش نمتثل. ايه انت ما حبيتش تمتثل وانا شاهد. انت شاهد؟ ايه شاهد. شاهد على العصر. تتذمر انت. وانت اش تفهم منه الذمار؟ اسمعني كيما كلمك انا تجاوبني من غير تردد ولا تلملم ولا تكتم. فهمتني؟ اشني مشكلتك؟ قل لي يا سلفيق. خويا مجدود عندكم وجيت نسال عليه، اسمه رفيق. يا بنتي اخوك خرج من امريتي تعدى الحبس المرنقيه، فهمتني ولا؟ شي يحب يقول تعدى الحبس المرنقيه؟ علاش ما تفهموش؟ علاه يحب يقول عديناه لوتيل 5 اتوال دو لوكس. باهي علاش صحابه راحوا في ليلتها وهو عديتو الحبس؟ أي أخرج من قدامي لنحشي أمك في الزيون، فهمتي ولا؟ أخرج من قدامي. أكهو ما تبعثوا الغادي. كان ولد الزوالي والمسكين. أما ولد شكون وشكون يعمل عملته ويبت في دارها. أي أخرج من قدامي. ملك وزعبلات وهي كالطاوس. بسم الله الرحمن الرحيم. شنية هذا زاد؟ أش بيك يا ولدي؟ تكلم فيك يا ولدي. أش بيك يا ولدي؟ تكلم تشبيه. سرقوني الدبسي في الحمام. أنا حمام. حمام الرحمة. جاب ربي اسمه الرحمة. هذا يا حمام الرحمة ليه؟ يا حسن عايش ولدي أمشي تحرى معاه شوف لي شنيه الحكاية. يلا يلا يا سينما. هاي أخشن. هيش ما هيش هيش ما هيش. امشي 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 امشي. أعطيني هاك الملف بتاع الموقفين جدد بر. امشي ادخل داخل. يا حسان يا اخي ما وصلتش مع السيد للحمام. يا ولقيت هذوما الزوز يتعاركوا تو. علاش فما؟ لقيت هذا خشم هذا اغزر وجهه بالدم اغزر. علاه سي الزفت؟ هو متعدي تحت السلوم. تشيته. مش بالعين. يسب لي يم. يسرفك. ايش تحبني نعمل؟ نخلص له قهوه ونبوسه. علاه 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 هنا طلع عليك يا عثمان. اجا هنا اجا يا عثمان. وين سلفي؟ دك امه في الجيون هذايا. حاضر سلفي. مش هذاك مش هذاك مش هذاك. لا 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 هذا انا هو. بشوية خلينا نمشي نبدل حوايج. بدل حوايجك بربي هزي لك الحفلة. يمشي لزيدك وحدك. يمشي 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 يمشي. يا ولدي برا امشي خلي الشهاده طبيه. يلا ما اقلش من 21 يوم فهمتني؟ يلا ازرب روح.
يا رب. اها ها اها اها باي باي تنشوف تنشوف باي تهنى عليها ما قلت لك تنشوف عاد جيب ربع شنو باي باي يا تفضل اخرج ادخل احترامات السي الفايخ السي الفايخ احترامات تعرف شنو عذبناك الزفت اسمعني يا عثمان اسمعني وفهمني كيف تراك الزويز جايين خاصة انه كدور رئيس الشعبة تجي تعلمني فهمتني ولا فهمتك سي الفايد عاود لي شفهم قلت لك يجي العمدة ولا دور رئيس الشعبة بعدك وقت نجي نعلمك انت وقت تجي تعلمني برب هك بعد ما يفوت الفوت شكون يفوت الفوت اوه يا ودي فوت الفوت هذا مثال شعبي مثال تونسي بتاعنا كما كانت تشغل زادت بف مثلا اي بر بر عمك اي بر البيرو كبر يلا وين نقصد ربي سي الفايد اقصد ربي قلت لك تي مازال فكري سي الفايد يا ودي مش اقصد ربي معناتها امشي روح امشي البيروك يهديك عندك خدمه غادي سي الفايد احترامات اسمعني يا حسن اقعد 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 هذا لو زايد مش يفهمني ونفهم شوف امشي فسر له فهم تقل له شيء بالقناعة في مخه قل له كيف يراك الزويج جايين هذوكم العمده ورئيس الشعبه يجي يعلم بس انا هكاك الرد بالي وناخذ احتياطات اما لا خذ عبالات هيا حتى هما ولاو ياسر يمشيو يجيو على المركز والعينين برشا راه يا حسان تعرفش علاش هاك الزويز ماشيين جايين على المركز على خاطر يحبوا يحسوا يحبوا يشوفوا يحبوا يدقوا يحبوا ينسنسوا مالا خذ عبالات هيا قدر عسلامة اها عسلامة يا لبس عليك مرحبا بيك يا اهلا وسهلا يعيشك مرحبا بيك طب اهلا يا حسان يعيش ودي برا امشي جيب لي الملفات الاخرين عايشك الملفات ما جبتهم لك يا سي الفايق لا 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 مش هذا بنحكي عن الملفات الاخرين اجيبهم برا انا هما الملفات الاخرين باهي برا امشي سكر الجيون يلا جيون مسكر يا حسان برا امشي اعمل دور على المقل باهي من سالف برا خذ راحه من عندي يلا يلا ازرب روحك فيس صحي يا حسان اي اجبد باب وراك يا عايش صحي دقا خلي حد يدخل تفضل يا تفضل يعيشك يعيشك تفضل مرحبا بيك يا ميرسي عايش انا اللي بعثني سي النحلاوي اه انت نتاع العسل اللي بعثك سي النحلاوي نتاع الجبهه نتاع الحل نتاع العسل ليه انا نتاع الفريب اه انت نتاع الفريب مرحبا بك اها اه انا نتاع الفريب صاحبه الجماعه صاحبه الجماعه اها اما جماعه يا يعني. واه جماعه اللي الفوق 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 اي اه كني طايرين في السماء اه باهي مرحبا بيك اي مرحبا تفضل انا هاني جبت لك الملف وانت اقراه في عقلك اي هات الملف تفضل يا عسل يا جبح متاع النحل حاضر باهي استنى نلبس برياتي تفضل الغالب نضرقص شويه بسم الله عليك ايوه وجاء في محضر البحث ان فلان الطرابلسي ايوه بمعيد فلان الطرابلسي ايوه وكانت الشاحنه المحمله بالبضاعه على ذمه فلان الطرابلسي في مخزن تابع للطرابلسيه على ملك فلانه الطرابلسي اي وشنيا سلفايد احتراماتي اش تعمل انت هوني ممنوع راهو اي تو عاود اخرج وتعدى علي انا وانا ندخلك لسلفايد اسمعني يا عثمان اسمعني مليح حلو ديك تنجم تروح سلفايت مازال مش وقت مرويح تو يا ولدي تنجم تروح معناتها تمشي البيرو نتاعك عايش امشي خدم خدمتك يلا يلا سكر الباب المفتاح سلفايت لا 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 ردوا ردان برك تو شفت سلفايت وبعد تقول لي هاك تدخل في العباد من غير اذني برا برا يا عثمان برا خطاني برك مرجته هيا تفضل نمشيو نكملوا المساله غادي يلا هاي يا ما ترتبع لها اي وهب ياسخ بسم الله عليك هاي اجبت فاي اجبت يدي يدي عارح سافا اه فضل فضل يا اخي هاي هاي برا تو كملوا حكايتنا لبرا يا صالح هاني راجع ها حاضر سفاز هاي تفضل اسمعني يلزم سي الفايق يلقى حل مع كذا والعمد
ناقص كي باش نعملوا لهم جراري يوليو يباتوا لهنا في المركز. هاكاهم بنكير قاعدين هكا الخدمه تصير. هاي سي حسان وين الملف كلفتك بيه؟ هاكا هبطوا لك البيرو هاكا برا شوف شكون لقيت غادي برا. شنو بعد هذا؟ برا امشي شوف بعينيك برا. هاي فيكم شويه. ربي يخليك لينا. ربي بقيك. ربي عليك على من يعاديك. يا تاج روسنا. ما بسم الله الرحمن الرحيم. فيها واجزك تقوم تفرزقها بطريحه. عندي ماكينه نتاع صابونه سي الفايق 10 كيلو وعمرها ما غسلت بيديها. يعطيك ماكينه على راسك اي والتطيب. عندك ماكينه ب 5 كيلو وتطيب وتحط قدامك بس يدك ترج. انا هوني نطيب بس الفايق هي راهي ما تعرفش تطيب. هي ما علمها صراحة ما عنديش بال باش نعلمها على خاطر مش لاهية لاهية بتحكي مع الجيران 24 ساعة هي اسمعني ناسي الفادد الفايق الفايق مانيش فادد انا ايدك الفادد فادد منك اسمعني ياسي الفايق راهو ما ضربنيش لا لغسل الماعون ولا لغسل الصابون راهو ضربني على الجيران ما يحبنيش نحكي مع الجيران ولا جملة يا فمي باهي هكا علاش يا ولدي علاش حقوق المرأة كسب كبير يلزمنا نحافظ عليه خليها تكلم خليها تعبر على رأيها الجيران ما يصلحوش يا سي الفايق لا محسوب انت تصلح بلا لعب يا حسان يا حسان وي نسمع فيك يا سي الفايق جاوبني بربي كي كلمك جاوبني علاش حقري ما نواه واقف غادي اي هزوا ذا يتنفخ في الجيران يا سي الفايق ارحم والديك امشي امشي نقص من حديث امشي تضرب في مرتك بتاع ضرب انت امشي هاي هاني رتعتك منه استنى ساعة أخي أخي باش بيتوه ما باش نعملوه خي خلي يروح لك الذري بالله واش باش نعملوه وشوف عيني ها لباس ها ما عادش عندي حد شيء يا شبيك يا بنتي نلعبوا في التصاور احنا توا ما قلت شيء لاني ما استنى استنى أخي استنى قلت فيها فرد اعمل اللي تحب حليلي يا رب يا رب يا رب هاي لال ها هو السيد اللي حكيت لك عليه هذا هاي هذاك شنو يا حسان هذه خالتك جات من البلاد ليه يا ودي قال لي خالتك هذه الدقازة جبتها لك باش تدقز لك بالسبحة وتشوف لك الطالع هاي لا طالع لا هابط شنو الزميل ولينا نطيحوا في الخضر كايتي عام الراجل واش بيك تفجعت هاي فرق ندقز ليك هاي لا كايتي لا كايتي هاتي دايتك بركة ها ها كنوي نعمل ليك صوب باهي مقدر الدقازة بالسبحة بخمسة ليه وبلاش بلفي لا ليه ياسر غليل بصراحة الدقازات احليلي يا ولاد عمي كل شيء غليته نقعد كان اسمع اسمع دقيق دقيق ها وحن علاش ما تدقزلكش بالسبحة بثلاثة ليف باهي مشيت معك بارا سيدي ما يسالش هات ثلاثة ليف نستفتحوا بها نقعدوا غادي هاي سيدي قول لي واش اسمك اسمي عثمان واسم امك مش مدخل امي في الدقازة يا عثمان ذولي تحب على اسمك على الرابع باهي اسمه مهري مهرية هكا ولا مهرية شنو حسان تو عثمان وامك مهرية رد بالك من الدنيا هذية هي عاكساتك وانت تحسب في روحك عامل عليها مزية شنو هذا؟ دقازة عندي هنا في المركز؟ لا عادش مازال عاد هذه خلت له مزق قو اعم الراجل تحب انت ثاني ندقز ليك دقازة مصوابة ولا نقرا ليك الكف؟ تقرا لي الكف؟ هم ساعتي الكف مدورك اخواتك قو تي قو وليش؟ لا جابوني نخدم على روحي ومازلت ما خلصتش باش تقوم باش تحبسهم تي قوم نطلق عليك النهار حليلي ام اخواتي قومي قومي ملا لعبة ذي مرة جاي جيبوني بوسعدية هنا ولا واحد بالألعاب النارية هيا عثمان يا حسان أهدوا للجيون خرجوا لي كل الموقوفين اللي ماشيين الحبس المرنقية يلا حاضر سيلفي زيتون أخضر زيتون أخضر اسمع فيها السيارة مع تقربها لي أمام باب المركز واضح زيتون اخضر واضح لا خمسة خمسة لا خمسة باي
خاطر نخافوا من عمليه الفرار. هاي بر امشي. هاي امشي. يا قد. امشي خمجو. امشي امشي امشي. امشي روح. اخذ انا اخذ انا. هيا واحد ورا واحد. يلا. تحريك ذا والكلام لا. اقبل ذا. من اللعبه ذا. يا حسان. وي. قداش عندك من موقوف هنا؟ تقريب ستة. يا حسان شنو هذا التقريب؟ تعطيني الحساب قد قد بالضبط. باهي. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. اي ستة ستة فا. لا لا هذا. هاي جنتي. يا حسان هذا اللي نحل المرأة القطفة نتاعها ونطر لها البورتابل. لا عادي يا سي الفايق. هاهو مهدي جرمانة اخش. اها ارجع بلاصتك. اي جنتي. يا سلوقي. باش تقول لنا على صاحب كذا بربق فين موجود واذا تحب تهز المساله كل وحدك. ماني قلت لك بربق سهر مع الجماعه في المخزن، ايش بيك ما تفهمش؟ بربي نعم تطلع لي ارجع بلاصتك. اي هز علي. اي يا اخي يلا خرجوا. اي خمسون امشي امشي خمسون امشي 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 امشي. اسمعني ردوا بالكم يهرب واحد يهرب واحد تحملوا مسؤوليه راهو الجماعه يا وليه وين ماشي داخلك كاتول عندي كوريا لهنا. جيت نفركس على سيدي رئيس المركز. انا هو رئيس المركز تفضل. يستر حالك. جبت كسكروت لولدي فوزي. ولدك فوزي؟ اي عندنا فوزي هنا ولا هذا يتعدى للحبس؟ مازال عندنا سفايق. هات انا باهي هذا يهبطوا له بعداش للجيار. حاضر برا روح. وراسك انت ولدي بريء. باهي تنجم تروح. كان بريء راهو روح منك العام. والله تهمينا باطل. باهي 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 تو نبحثوا انا كان ولا باس تو يجيك. والله خطير. هيا يلا عادي عجزك هيا. والله ضرب يصعب السوء والله العظيم. ما يعملوا عملتهم بعداش تروحوا لفيروسكم انتوما الاولياء. وليدي صغير طايش والله العظيم. طايش طايش حتى انت طايش. هيا برا نطيشك برا برا يا صالح. والله هبطوها للجيار. هيا هبطوها للجيار. والله العظيم خطير وخطير والله العظيم. طايش تتغير. طيب وين وضع حسناتي وين جاء توا؟ نعرف عليه هنا. حد واحد ما يتعرف، حد واحد ما يتعرف، تعرف نطق عليه كما. هذا يا عثمان يا سي الفايق. شكلها مزاكة يا ولدي يا اخي ماشيين لافغانستان احنا. ما هو سي الفايق قلت لي باش نعملوا محاولة مداهمة سريعة. البست الكاس باش ندهم ونجي. ما عليناش. أي ننتبهوا يعيشكم. باش نفسر لكم الخطة كيفاش باش نلقيو القبض على هذا المسمى المجرم الخطير بربق. واضح؟ هما ثلاث خطط. الخطة الأولى تنطلق من هنا. الهجوم السريع والمباغت. واضح؟ اسمع فيا. باهي. المرحلة الثانية باش تنطلق من فوق من هنا عموديا وتصير عملية الاقتحام. شكون؟ لا عني هوني عني هوني عني نحكي معك هنا مش غادي مش الباب يدق. باهي والعملية الثالثة هي باش نهبطوا اركع يا ولدي اركع هذا نتحرك مش انت. هي المداهمة باش تصير من هنا فهمت وقتها يقع القاء القبض على المجرم الخطير بربق. يلا فهمت انت؟ فهمتك. تعسر لي تراه عن وذنك سي عثمان. عن اذنك يقولوا مش وذني وذني فيه راسي. يلا باهي اول حاجه سي الفايد عندنا ثلاثه خطوط. باهي خطط مش خطوط. الخطه واحد الهجوم السريع بالكاغت. لا 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 المباغت مش بالكاغت المباغت. الخطه الثالثه الخطه الثالثه اي الخطه الثالثه ثالث للمباهمة. مباهمة هكا قولوا المباهمة. المداهمة مش هات انا هات هاي سيبك اخذ علي طول دبر راسي معك يلا هاي اخذ يلا هاي عندي مكالمة هانا طبعا تعالوا. اي نعم سيدي نعم سيد الوزير. لا لا فسرت لهم الخطة. اي نعم باي حاضر سيد الوزير امرك سيد الوزير. يا سامحني تفضل. لا 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 يا عمده يعيشك كان عندك قضيه اكيد تفضل ما عندك سمح عندي برشا شغل عندي مداهمه توا. يا سي الفايق معليش باش نعطلك يا سي الفايق. سي مروان. شكون مروان؟ نسيبي اها ومرته
اللي هي بنتي بطبيعة الحال مفوت بالحديد هي طفلة تتوح هي تتوح بعدي أنا لا ما لجني شاهية تعمل سورات تصوروا معي لا مع سيادته المعلم به جسر هاو حتى المصور شفتوا معي يا به تفضل قولهم يدخل وبسرعة يا عيسى هاي تفضل وين وينك المصور اها مرحبا عسلامة يا عم ده مش راهمين شوية ترى هذا كويس ترى تعال تعال هاي به صحيت صحيت شوف عشان ركز معايا يقبض اليمين وشوية يا بنتي مش هذا اليمين التصوير التصوير صحيت يصور صحيت عايش بنتي توي ركز معايا عايش بنتي تو ماذا بينا اغزره وتمسك يا بنتي لا تخليني من راجلك هذاك من حاسك اغزر اغزر المعلم المعلم شوف 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 الوضع صحيت عايش بنتي تبعني تبعني عايش بنتي تربح اي تبع وتربح راهو شبيك بكره وعنده ماذا صحيت تو عايش بنتي ماذا بيك اقرب له اكثر لا يا بنتي لا حنينه ايش بيك هو اقرب المعلم هو اقرب المعلم اختارنا في قليله صحيت عايش بنتي هرب يوفقك اها سيفاي تصوير مايله نعم مايله تصوير شكون مايله تصويره تصوير المعلم اي عجب والله تمام تمام لا مايله لحد شيء اي فكري يعني لا يدوني عندي ماشي خدمه راه عندي مداهمه مداهمه اي خرجوا عليك خرجوا عليك يا خرجوا عليك خرجوا مخي براسي انا لا ابدا شنو سي فايق شنو ما يصوروش مع العالم الى عاد فدك خذ واحد ما عادش يفدلك ولا شنيه هو حتى انا قلت عندك روح الوطنيه المره جايه جيب الحومه كامله يتصوروا مع المعلم ماني نعرفك تموت على الخزعبلات الو اهلا سي زغلولي اتهنى سيدي المهمه تمت اول مداهمه نجح انعم اي الحمد لله رغم دي البقعه صعيبه شويه اي في نسكن المسمى هدايا المجرم الخطير بربق مخطر شويه شبيك راهو حفر انقب الزمح حلف النات ومدراك باهي باهي اما الحمد لله نجحت نسبيا اما نجحت الحمد لله تشبيك راهي منطقة صعيبة الداخل مفقود والخارج مولود باهي سيدي باهي 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 عاد شنو انت واحد ما تقول معايا سيفايت سيفايت راسي تتبغى سيفايت يا عثمان حتى لابس خولة جات الحجرة في راسك ما هو سيفايت راسي سخن ناحية الكاسك مالا ناحية الكاسك هاي جات في راسك انا عليه يا سيفايت الحجرة تفتفتت في دماغه اسمعوني أنا تو كلمت الوزارة وعلمتهم اللي المهمة ناجحة ولكن بالنسبة لي أنا نعتبرها نصف ناجحة علاش يا سي الفايق؟ هاو اللي حاشتنا بيه وصلنا وبربق وشديناه الأمور في الجبن إيه والبضاعة السلعة المحجوز وينو كمية كبيرة ياسر شو شربها واحد وكل هذا يبالك شي بالك كفنا في بلاصه بعيده على دار هو موجود في بيت الفطوره موجود اي حاضر حاضر بس اي انا تو نخرج منه زيت الزيتونه اي امشي معي تو خل معي انا مال عندك عام اللي بطلت ما عادش تبيع المنكر يا اخي كل المؤمنون خطؤون وخير الخطؤون هم التوابون وأنا تبت إلى الله عز وجل وها أنني أعمل في الحلال المحلل عسى أن يبارك لي الله عسى أن يبارك لي الله فيما نسعى إليه أشني يا الحلال اللي تحكي عليه ما تقوليش وليت بيع في المشروبات الغازية والمياه المعدنية ولا المياه الفوارة أعوذ بالله من غضب الله أعوذ بالله من الفوارة وما جاور الفوارة اللهم يا ربي نزينا من الفوارة يسي من الأفلام مياه الفوارة اللي هي تكشكش تكشكيش وهو شكلك حياتك ما لا تبع عليك ربي وسكرت باب الحرام وحليت شبيبك الحلال اي نعم وان شاء الله اي والحلال اللي وليت تخدم فيه فلوسه منين كيما هم الحرام والمنكر هكا وليت اعوذ بالله اعوذ بالله من غضب الله اعوذ بالله من المنكر يا ناس يا اخي
لدي رؤوس من الماشيه قد بعتها، هذا هو راس مالي. ماشيه؟ والماشيه فلوسها منين؟ منين؟ ديما هم الحرام. اللهم محمد رسول الله، اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله. يا حسان يا حسان، هاني بحذاك تجاوبني على شكا سكت عليا. يا عثمان حاسبوني بالجلد الا ما يقر. يا شمشوم اجاني هنا اسمعني، مشيها الحصاص، انا تو عندي ما نعمل. سين فايق صاي جبناه. اشتيري جبتوه يا عنده؟ مازال ما وا مازال ما يا اخي، انا عندي مربى باش تقيسوا بيه وثبتوا صورة المعلم. ليلى على اليمين على اليسار، خير هكاك نرتاح. يلا هاي امشي قدامنا. سير فايق اشنو بيت الفطور خدامه؟ مالا نفتلكوا نلعبوا مالا خزعبلات هي. ايه جروني شفان بعد باز؟ قلت لها سيرفايت ما تدخلش الا ما تشاور، قالت لي ترس وما تفركحش ودخلت. لا شنو معناها ترس وما تفركحش؟ معناتها ترس وما تفركحش. اها هلا فيوق. فيوقه لا خير بكل. فيوق طب اش بيك سيرفايق؟ هاي المره الجايه عيط لي فيوق. اه تفضل اخو يعطيك الصحه. لا مش انت هي تقعد. قوم انت اخو. حاضر فقفوق فقفوق باهي باهي. عندي ليك خيط جديد، خيط طويل يا ولدي كابل بتاع ضوء. اما ما تقوليش بلحنايش مدمدمة تحت من السلوم ولا هبطوا عليك بكريك بتاع كهرباء سيزي. ايه تلموا يا زبنات الغميج بتاعك. والله يا رو قدر فيك على السلفاية يا رو. مش قد لك ترس وما تفركحش اكبس. انت نرجع بعد. اسمعني سلم على امك. يا بلا بعد. يا يخرج برك وين شتر يكبس مره حتى انت يخرج معك. يب 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 سمن سلفايق ولات مسطرة هايلة. باهي المرة الجاية ما تقولوليش لا ما يد. السلام عليكم. بارس تانا غاد. الصبر يا رب يعطينا الصبر. يا أخوي عندي عام هو مشي فيها ويجيبني، بخلي مرتي ولادي في المغرب، لا خلوني نسافر ولا خلوهم يجيوني، وراس خويا روحي طلعت. أخوك 10 سنين كاملين يوميا نصحى صباح وعشية كرهوني في حياتي. وش هي تهمتك؟ الانتماء الجمعية محظورة. نهار مشي نطلع على عمتي مريضة ما صححتش العشية، رصت لي في بقلبه وزاد لفقوا لي تهمة ضحك. هكاك زعام كان في التلفيخ ما عادش يعمل الميت قدام غاسله. وش هي التهمة اللي لبسوها لك؟ محاولة. عندي جبت الوثائق بتاعك يا ولدي. أهو مسير فايق تفضل. تفضل. نختار جيد يا من الصباح. أنت البسباسي؟ أنا هو البسباسي. هذه معقولة؟ فوالا. هاي أرجع غدوة. عليه عندي جمعة وأنت تقول لي أرجع غدوة. قلت لك أرجع غدوة. حرم عليك. حرم والله جلدك أرجع غدوة. من حقي باش ناخذ جواز سفرنا. لا تحق لك حق أرجع غدوة. عليه ما تتكلش معايا. طيب لا خذ زعبلات تاعك. حط ما بعدك يا حسان. يا عثمان علاه ما عنديش حق صرا باسبور؟ نعم سلفايت. وي سلفايت ناديت لي. هزوا الجيار. تفضل سلفايت. هاي قوم غد. هاي قوم قوم. استنى يا عثمان اش تعمل يا عثمان؟ قلت لي هزوا الجيار. انا قلت لك هز هذا الجيار. مالا شكون وهذا ايش يعمل خدام؟ هاي شد براسك انت غاديك. نزل بيت الفطور نفرح بيه قبل. هاي يمشي يلا. حرام عليك. يمشي حرام عليك. حرام عليك. حرام عليك. يمشي.
انت يا جنان اضرب روحك. تفضل سي فايق. ايا تحب تمنع من المشوي جاي على المركز ومتصحح كل يوم؟ ما فهمتش. ما فهمتنيش؟ لا لا اسمعني. واش نعمل معك صفقه؟ تولي تتعامل معنا. نتعامل معاكم. هيا جماعه هيا جماعه تفسر لكم بيرو. هيا جماعه شمشو ركب له الفلق. شنو اللي عملته انا؟ عليه عليه عايز خويا. شنو اللي عملته انا؟ ما عملت حتى شيء والله. ما عملت شيء والله. شفت هذه؟ والله ما عملت. هذه اسمها بيت الفطور. وذاك شمشو ما يفهم شيء. مازلت تهز عينيك في سلفايق ولا تفلم هكا في المركز؟ عينيك نجبدهم لك. وباسبورك يحضر احنا نعلموك. مفهوم؟ مفهوم. هاي برا روح يهديك. اهلا احتراماتي. مازلت خذ راحتك. سيب عاد فك. اسمعني انت والعمده فايق بيكم راهو. ها دبروا في روسكم المالتي واش ليكم. راني فايق بيكم بالقدا. الناس الكل تدبر في روسها. لا محسوب انت ملك رب العالمين. اخطات في بالنا بكل شيء. انا اللي يلزمني نبدا في بالي بكل شيء. انا رئيس المركز مش سيادتك راهو. اما مركز يا راجل الحزب هو كل. باه تفضل ما هو لاباس. هاش جاي يا سيدي. الحاجه حمامه. اش بيه؟ طار لاج تنسيق جديده باش يبنيها على كاستو. ايش بيه الراجل لاباس عليه؟ طنطخ لهنا يفغم بالفلوس. اي خلينا نخدم على روحي تو. برا روحك. بعد طول عليك. واش طول عليها؟ هاك جيت طليت عليا. علاش ماشي جاي عليا؟ شفما تو هي برا عاد تجودو يا عثمان. ايه ولا يا سي عثمان. تعبك هو رقدت. عمدة. ايوه مش تعمل هون يا عمدة؟ منين دخلت؟ من الباب ولا من الشباك؟ ايش من الشباك يا راجل؟ انت يظهر لي فيك انسان طيب وعندك روح دعابة. وانيش طيب؟ تعرف وش تعمل تو يا عمدة؟ ايوه تعاود تخرج وتدخل من الباب. خليني نشوفك. نطلب سلفين ونعلمه يسكر بابه بالمفتاح ونقول له واحد من هاك الزويز او جاء. وشكون هما الزويز؟ يا عجبكش تما وانت وصاحبك هذاك الضو ولا تريسيتي ولا ستاني. هاي تو ما تضيع ليش وقتي. تعاود تخرج وتدخل من الباب. خليني نشوفك. صار هكا الحكاية. انت ضامر ياسر وعندك البشاشة ودعابة. نتصورك تفدلك او ما نتصورش سلفايق وساك على حكايه. شنو فدلك؟ استاذ فدلك معاك خي كذاب عندك انا. لا لا لا. يا او كبير وسلفايق برا شاور درقش نكذب انا. فاو يا حسان يا حسان. انا بعديك يا سلفايق. يجاوبني كي كلمك. جاوبني علاش حقرني انت؟ لا عبدا يا حسان. اش عملت فك المجرم الخطير هذاك؟ ورن ولا وزغه ولا بريول ولا شو اسمه هذاك؟ هذاك صيد كعبرتلو يا سلفايق. شو الكلام هذا كعبرتلو؟ منطق هذا؟ شنو في الشارع احنا؟ شويه مستواي عايز. قول القي عليه القبض. باه القي عليه القبض. شدين اخوه. يا حسان كيفاش بدي يحضر يززي انا طالبه هو تشد اخوها؟ المره الجايه يقول شدين عم ولا خال ولا عمته ولا الحومه كامله. انا حاسي به هو بالذات. ولا لعب عليه. ما فهمتكش يا سلفايق. ما فهمتنيش يا حسان. ينحي الوز من وضيك هذوما ونحي العلك من فمك تطولي تفهمني بعد كيفاش؟ بطلت الدخان يا سلفايق. قلت نصبر روحي بشويه علك كما تقول انت. علك هكا يعني شويه رياضه. باهي راهو الرياضه. اعمل كيف يعني؟ انا رياضي الف عن جد. اي نعم لتو راهو مازلت رياضي. تنظر لك. وينها؟
بالله ياك العم سرقوا رخام من الجامعة، الرخامات نتاع الجامعة الكل بربي. باهي 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 تنى هاي عطاهم شوف عطاهم شوف باهي تنى يا حسان ظهر لك السماريز زاد سرق الرخام نتاع الجامعة هذا كمان سيب سيب لا ديار لا بنوك لا جوامع لا جبادم حتى شيء يشم ريحة الرخام على بعد كيلومتر. ليه يا سي الفيخ السماريس يا حسرة مشي على روحه شبيه مات؟ ليه حرق للطليان جملة واحدة أي خير تحنى منه فا يا حسان امشي ابعث العون صالح يتحرق هذيك في الجامعة وشوف لي المسألة شنية بيه يلا حسر يلا ازبر من اللعبة ده الله عينك سي الفيخ هكا هو كان تشخر زادة مف رجعنا للخوز دع بلد عندي جاري جيت نبلغ عليه ايش بيه جارك مدام لابس شلاكة ما يكون كان سرق لك الصباط ها ليه يا ولدي حكايه غريبه لو كان نحكيها لكم العقل ما يقبل هي الجمله ايش هي الحكايه يحكيها لنا يا ولدي عندي مركز امني هنا بتاع خدمه وعندي اسرار مهنيه اما اسرار يا سي الفايق كل اسرار كلها عندنا احنا الحزب وسيد الرئيس أبقاه الله ظهرا للوطن ألو يا رام شكون؟ أها من فوق أها أه من الوطن أها ماي سيد الوزير لا يا ولدي أي سيد ولي اي نعم اي لا لا اها سيد معتمد اي كيف نتجمع عندنا لا لا اها اي لا زوجتي زوجتي يا عثمان برا جيبوا جار السيد هذا خلينا نشوفوا شنو هي الحكايه برا لا لا ابعث عم صالح اسمع وكما لقاهش قل له جيب مرته يا ودي شو بدخل مرته قل له يجيبه هو على خاطر انا متاكد اللي مرته هي اللي دبرت عليه ما انا تعرفش كيفاش قول له انت يا عم صالح هاي يا جماعه ايش انت حكايتك لازم يسمعها السيد رئيس المركز ايش سر مش هذا رئيس مركز لا مش هذاك هاي قوم هات برا نمشي رئيس مركز صار انا عندي ورقه رئيس مركز يا سي الفايق هذوما جماعة مخترين بالله قصة ذايا المكاوية يبات في الليل يكتب في شعارات ضد النظام يلزم نلقيو عليه القبض في أقرب وقت يا سي الفايق باهي باهي يا عمر هاني خذيت المعلومات كل من عندك توا باش نلقيو عليه القبض حالا أي إلى مالي باهي قال لي حسان اللي أنت وأمك تفغموا بالفلوس زعما قداش عندكم 10 ملايين مليار مليون 5 و5 زي الحصود فاعو أم حلوة ذي فغمو في الفلوس ني جبتها هالكلمة لك ولي بتعرف تعبر يا انتي وعلى الجاية تو شو كيف يحكي مش خاطر شكرتك رابي جاء العم الفايق عم الفايق جاء تعالى مسلمناش منه هو زيد يجي لعمه أم انتي تحفة يا عم عثمان لا تحفة لا عمك هاي تشبت علي طرت فيها ليه أنا قايمة واكبس اكبس حب نعرف سي الفايد اش يقرب لها بالضبط يا ودي جيمك فيه انت يا ربي غراب حمامة طير نسر أفعى هذه حرية شخصية مو المشكلة سيد رئيس مركز إنه هالغرابة ذي من نص الليل يبدأ ينغق غاق 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 تصور سيد رئيس المركز إذا كيف لا شد هنا كي ما نرقدوش ها غراب هكا هيا سيد رئيس المركز عمرك شريد واحد مربي غراب ولا الناس فيما يعشقون مذاهب لا لا حسين يا حسين أشنو فسر لي الحكاية يا محكاية يا ودي تحكيت الطفلة ليلى ليش مشيبها لسي الفايق
اخي خالها ولا عمها؟ لا خالها لا عمها، ما تقربلوش جمله، اش مجايبها ليه؟ مادام هي ما تقربلوش اي ما تطلع كان امها هي اللي تقرب. جبت السيد من وذنه معناها. انت كيفاش بنيه ما تقربلوش؟ اما امها هي اللي تقرب. ملا تخلويث، اش عندك في مخك لهنا؟ اش عندك؟ عندك سيمان؟ سيمان؟ يشبيه راسي فيه ضاله باش تصبوا فيه السيمان. بجاه ربي بجاه ربي خليني نكمل نسمع البارتي يا رايف. انت كيما قال سي الفايق كارثه. ما لما يكون كان بوها هو اللي يقرب لسي الفايق. ولا بيه بيه مرقينا يا عظومة مرقينا. مش قول توبة. نحن مرقينا. قولوا مطلق مراع ومخلي غراب هذا ذوق؟ شنو هو يا ولد يا مواطن؟ غراب راه من الطيور كل حلا في عين كان غراب عمرك. شنو هو؟ شنو الحل مال الحل؟ عادي انا الحل مش نلقاهولك يا ولدي. برامج عليك اذبحوا طيبوا كولوا جمروا عرض اسلقوا ما نعرفش. نجيب نخليه عندك يا مات. نعم نخلي عندي انا الغراب هنا في المركز. دقيقة يا صالح. لا لا صالح ما خليش عنده الغراب. يا صالح اطلب لي مستشفى الامراض العقلية وقل حسن تو يجيني حالا مسألة أكيدة وعاجلة. باش تهزوا الغراب المستشفى الأمراض العقلية؟ لا باش تهزوا سيادتك. ما يسالش. أما ما يسالش نهز معايا الغراب المستشفى الأمراض العقلية خاطر نستبخت بيه. هز معاك اللي تحب. غراب بومة ابن آوى هز لي ضر. هاي من فضلك. وي سي الفايق قايت لي يا حسان هز السيدة ذي المكتب بتاعك حتى يوصلوا الجماعة. هاي جماعة تفضل تفضل. يب. والغرابة سي الفايق اش عملنا فيه؟ برا خزاري يا غراب فيزا يب. اخس اخس. ملا خزعبلات. يا سر. جبتوهما. عايز يجيبهم للبيرو يب. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه هذا المدعو عبد الحميد شهيران مكاوي. هذا المتهم بالكتابه على الحيطان في شعارات ضد النظام. اتفضل اتفضل سي الفايق. شنو هذا؟ اوراق تثبت اللي ولدي فاقد البصر وما يشوفش من اللي تولد. بطبيعه يا مدام يفقد البصر. ماله بعد يكتب شعارات تحت جناح الظلمه هي فقد البصر عادي. يا عمده شنو هذا بربي؟ شنو هذا؟ جاوبني عايشك. شنو تبع اللي جابتي؟ نعم اللي قلت يكتب في شعارات على الحيطان هاو طلع ضرير ما يشوفش. لا لا مش معقول عاد. لا 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 مش هكا عايشك. شنو هي الخزعبلات هذي؟ باهي باهي. الله لا تبارك لك الله لا تربحك يا عمدة. استنى يا مدام توا ولدك ضرير صحيح اما يالا هوا ياخذ من القهاوي ويقول في شعارات وفي خطب ضد النظام كذلك. ولدي يلقي في الخطب؟ تما يتكلم الزادة بكوش. يا سي الفايق ثبت ثبت في الاوراق اللي قدامك. يا عمدة مش معقول راه والله لا معقول يا طلع بكوش زاد. كيفاش بكوش يلقي في الخطب واعمى يكتب على الحيطان كلام هذايا؟ هاي الزينة من الخزعبلات. انت وين توا ساعة قربت؟ هاي جاني جاني هاي فيس عاجتي بيك. يلا يلا سمحنا يا مدام برامج يتعدى غاديك تو يعطيك بعض اليوميات. يا عثمان بتجيك هاك المرأة اللي معاها الوليد الضرير
أعطيها بعض اليوميات. لا يا ولدي، أعطيها يوميات مش تعطيها طريحة. تشبيك يا عثمان، ما انت تستير هذا تقول يعني ذكرني من يعني ذكر. ايوه انا جيتك سيفاي هكا يا عمده. ها اعمى يكتب على الحيوط وبكوش يقول في الخطب وتهنى عندي معلومات مؤكده ومعلومات صحيحه وفرسكه، هاي طلعت كل حكايه بارها. لا خير من كل اسمك تنوع زاد شيء زين حتى ركحناها ميزان ما باقي مايله ليني يا عمده. ثبت معايا مايله تي مايله برمش يصلح الوضع تي برمش. هكا باهي هكا باهي. كارثة يا سلفاية كارثة. أنا خاطي أنا خاطي ما تدخلونيش. مصيبة يا بايخ مصيبة. باهي تهنى 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 بدلو يا ودي مشينا بالعفس مشينا دو غيروها يا سلفايق يا سلفايق. أخذ أخذ ويت لي أخذ ويت يا ولدي دو جيبوا واحد أخرى. يا لا جاكت يا لا جاكت يا لا جاكت.